إذا بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله ونبتدئ من حيث توقفنا في المرة الماضية. طيب، من غرفة الكلينيكال باثولوجي أحييكم ونبتدئ مع حصتنا لهذا اليوم. إحنا كنا متوقفين عند الانتستينال مال روتيشن، ما كناش لسه أخدناه، يعني كنا وقفنا عند البايلوريك ستينوزيس، هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس. النهارده هنبدأ في الانتستينال مال روتيشن، وهتلاقوا طبعا النهارده ايفن الانوتيتور اللي بستخدمه مختلف، لان انا بستخدم كمبيوتر اخر تماما غير الكمبيوتر الموجود عندي في البيت. طبعا بالتاكيد اللي في البيت افضل، ولكن يعني المهم ان الحصه هتقضى باذن المولى تبارك وتعالى. فخلونا نتوكل على الله وننطلق، نخلص اخر توبيك معانا في الجي اي تي امبريولوجي، وهنبدا النهارده كمان الجي اي تي مايكرو اناتومي، وليس الاناتومي، الجروس اناتومي. انا بديه متجمع كماده جنرال على بعضها، الجروس اناتومي بديه متجمع كماده جنرال على بعضها، الا المعلومات اللي كريتيكالي انا محتاجها علشان اشرح سيستمز. لو في معلومه كريتيكال انا محتاجها علشان اقدر اشرح سيستمز هتلاقيني بقولها لك في السيستم، زي اناتومي الكوروناري مثلا، كلام من هذا القبيل. ولكن الجروس اناتومي هيبقى متجمع في ماده على بعضها، اللي هي جنرال هناخد ابدومين، بيلفيس، ابر ليمب، لور ليمب، كده عادي تماما. تماما تمام، اتس اوكي. فده هيخلي فيه اختلاف بسيط ما بين النظام اللي انا ماشي بيه عن الفيرست ايد بعض الشيء. فمعلش مفيش مشكله، كل شيخ وليه طريقه. اوكي طيب، خلونا نبتدي مع بعض في الانتستاينال مال روتيشن. افتكروا معايا طبعا هي دي التوبيك الوحيد اللي قايم على الحصه اللي فاتت، غير كده كله كلام جديد تماما، مش محتاج انك تكون حضرت اللي فاتت نهائيا يعني. ولكن خليني اكلمك الاول عن معلومه مهمه انا كنت قلتها في الحصه اللي فاتت. لو فاكرين ان الميت جات كانت بتبقى خارجه في الامبلايكس، او بتطلع في الامبلايكس الامبليكال كورد، علشان بطن العيل بتبقى كنزه بعض الشيء، والميت جات كبيره وضخمه، تكون كميات كبيره من الجي اي تي، فبتبقى طالعه بره. قلت لك بعد كده بترجع تخش جوه بطنه، لما بتخش جوه بطنه بتلف 260 درجه. حد فاكر المعلومه دي؟ يا ريت اللي فاكرها كده يديني الاوكي على الشات علشان اتاكد ان الناس بتذاكر معايا اول باول. وقلت لك ان لفه الميت جاد دي 260 او 270 درجه واتس ايفر كاونتر كلوك وايز، هي اللي بتحط كل حاجه في مكانها، يعني بتحط السيكم في مكانه، الاسندنج كولوم في مكانه، الترانزفيرس كولوم في مكانه، الديسندنج كولوم في مكانه، السيجمويد كولوم في مكانه، وهكذا. اوكي؟ فالانتستينال مال روتيشن هو سبب المال روتيشن اوف ذا ميد جات. خلاص، وده بيحصل على فكره في واحد من كل 6000 عيل بيتولدوا في يونايتد ستيتس، وبالتالي الانسيدنس بتاعه عاليه مش قليله. يعني اذا مرض كومن مش انكومن، عشان كده لازم تبقى عارفه كويس. ايه اللي بيجرى يا جماعه؟ بيحصل مشكله في النورمال روتيشن اللي هي المفروض بتحصل بشكل طبيعي في الميت جات ان يوترو. فده حضرتك بيؤدي الى ايه؟ ان كل حاجه بدل ما هتبقى في مكانها، في حاجات هتبقى مش في مكانها، صح؟ اهو abnormal، ده يؤدي الى abnormal orientation of the bowel and mesentery within the abdominal cavity. ممكن بقى تلاقي مثلا السيكم بدل ما هو تحت على اليمين يبقى تحت على الشمال، واتس ايفر. يعني في كذا نوع من الانتستينال مال روتيشن. في نوع بيحصل بسبب ان الميت جات ما لفتش خالص، بنسمي الموضوع ده نان روتيشن. او في حاجه تاني، او في نوع تاني بيحصل من الانتستينال مال روتيشن اسمه انكمبليت روتيشن، هو انها لفت بس لفه مش كامله، ما لفتش 270 درجه كاملين.
او ال 260 في بعض المصادر، يعني 260 to 270 degrees. او في نوع ثالث وهو الاخطر على الاطلاق اسمه ميد جات فولفلس، هي لفت بس لفت غلط، لفت لفه غلط مما ادى الى حدوث فولفلس، وهنفهم يعني ايه فولفلس ده كويس قوي. المهم يعني فالنون روتيشن ده ايه اللي هيحصل؟ يعني النون روتيشن ده يودي لايه؟ والله النون روتيشن بص تلاقي المنظر بقى عامل كده في بطن العيل، بقت اللارج انتستين متجمعه في حته لوحدها والسمول انتستين متجمعه في حته لوحدها في بطنه ونازله من الاستومك، يعني استومك وتلاقي سمول انتستين واخده ناحيه وبعد كده لارج انتستين واخده الناحيه الثانيه النص الثاني من البطن على بعضيها كده. مش الترتيبه اللي احنا واخدين عليها ان اللارج انتستين عامله فريم وفي قلبي جواه السمول انتستين، وعارفين طبعا النورمال بيبقى المفروض سيكم كده اسندنج ترانزفيرس ديسندنج وبيبقى السمول انتستين حاشيه هنا المنطقه في النص، ده المفروض الترتيبه الطبيعيه، ده النورمال اهو اللي انت شايفه قدامك اهو. مفيش بقى النورمال ده، لا بتلاقي سمول انتستين واخده ناحيه كده من بطنه، لارج انتستين واخده الناحيه الثانيه، كل واحد لوحده. خلاص ده اسمه نون روتيشن. فالنون روتيشن زي ما مكتوب قدامك هتلاقي الانتاير كولون اصبح على الناحيه الشمال، او الانتاير لارج انتستين بقت على الناحيه الشمال، والانتاير سمول انتستين بقت واخده الناحيه اليمين، وهي دي الترتيبه اللي بقت في بطن العيل. طب دي هتعمل له اعراض؟ هنعرف واحده واحده، لكن هو ده النون روتيشن. الانكمبليت روتيشن ايه اللي هيجرى؟ قال لك لو حصل انكمبليت روتيشن حصل مشكله بعض الشيء، بتلاقي نفس الكلام برضو، يعني نفس الكلام، الاستومك برضو والسمول انتستين واخدين ناحيه، لكن اللارج انتستين السيكم اللي هو بدايه اللارج انتستين بيتشعلق فوق، بيتشعلق فوق في البطن اهو. The cecum remain fixed in the right upper quadrant بدلا من ان يكون في الرايت لور، يعني هو المفروض يبقى تحت على اليمين، لقينا بقى متشعلق السيكم فوق على اليمين، ومتشعلق كده بحاجه زي بريتونيال باند وسبريتونيال باند. البريتونيال باند دي بتتسمى لاد باندز، دي خطيره الحكايه دي. عارف ليه؟ لان ساعات البريتونيوم ده يضغط جامد او يبقى شادد جامد على بدايه اللارج انتستين فيسدها، ممكن يحصل هنا اوبستراكشن في الحته دي، انسداد معوي في تلك المنطقه بسبب الشده الجامده باللاد باندز او بالبريتونيال باند اللي مش على فوق ده، في حاله ان هي ما لفتش لفه ايه كامله، في حاله ان حصل انكمبليت روتيشن. الانكمبليت روتيشن يعني بدل ما هي تلف 270 درجه او 260 في بعض المصادر تلف 90 بس او 180 درجه فقط، ما لفتش اللفه الكامله. او في اوبشن ثالث اسمه ميد جات فولفلس. الميد جات فولفلس مش مرسوم رسمته هنا، لكن الفكره في الميد جات فولفلس ان انت لفيت غلط، مال روتيتد جات، بمعنى انت لفيت بشكل خاطئ مما ادى الى الاتي، مما ادى الى عايزين ايه هنا، انا عايز ايه هنا، معلش دي واحده كده. حلو الشنطه، حلو الشنطه جميله جدا، الشنطه دي مش عارف الشنطه دي فيها سكراب ولا ايه، مش موضوعنا يعني. المهم ان ادى ايه الشنطه، ايه بص اللي جوه الشنطه ده الجط، اللي جوه الشنطه ده ايه الجط. بص لو الجط لفت غلط، شايف الشنطه بقى دي، ده الميزنتري اللي هو البريتونيوم، ده البريتونيوم بتاع الجط. بص لو الجط لفت غلط، شايف شايف ايه اللي هيجرى؟ بص ايه اللي جرى؟ عقدت الميزنتري، لفيت بشكل خاطئ مما ادى الى تورشن اوف ذا ميزنتري. بص الميزنتري اتعقدت من هنا، من هنا اهو اهو، الميزنتري دي اتعقدت، فبقت في حاجه اسمها تورشن للمال روتيتد فولفرز او المال روتيتد جات. المال روتيتد جات خلت الميزنتري حصل فيه تورشن. المشكله بقى والمصيبه ايه؟ شايف الميزنتري اللي اتضغط عليه ده واتقمط جامد، الجنطه دي داخل منها البلاد فيسلز اللي بتغذي الايه؟ لوب الانتستين اللي جوه الكيس. لوب الانتستين اللي جوه الكيس ده بيتغذى من بلاد فيسلز ماشيه هنا. فلما انت تعمل فولفلس بالمنظر ده، انت تكيت او ضغطت على البلاد سبلاي اللي داخل للوب الانتستين ده، فلوب الانتستين ده هيموت. فهمت الفكره؟ مش عارف مين اللي ناسي الاسكراب بتاعه هنا، مش موضوعنا يعني. المهم فبالتالي يا شباب زي ما قلت لك، اذا الميد جاد فولفلس استورشن لمال روتيتد ميد جاد، فده ممكن يعمل ميكانيكال باول اوبستراكشن. ميكانيكال باول اوبستراكشن بمعنى ان ممكن حته من الانتستين تموت
مما يؤدي إلى إن حتة من الانتستين ماتت ففقدت قدرتها على البريستالسيس، مما يؤدي إلى انتستينال اوبستراكشن. فهي دي الفكرة. طيب بص معايا كده يا فندم، شايف النوع الأولاني ده والنوع التاني ده غالبا ما بيدوش أي أعراض، مع إن أنا قلت لك إن اللاد باندز اللي أنا كنت لسه بحكي عليها دي ممكن تتك على السيكم المتشعلق لفوق وبتاع وتعمل انتستينال اوبستراكشن، غالبا ما بتتكش. يعني معظم أنواع المال روتيشن ما بتديش أي أعراض والعيل بيعيش بيها عادي، مش طبيعي خالص، عادي خالص، بس عايش بحاجات مش في مكانها، بس لا أكثر ولا أقل. لكن الوحيد اللي غالبا ما بيدي أعراض هو مين؟ الميد جاد فولفيروس وش. لأن الميد جاد فولفيروس هنا في إسكيميا، هنا في حتة من الانتستين ماتت، وبالتالي دي ملهاش حل، دي لازم هتؤدي إلى انتستاينال أوبستراكشن. وما هي اعراض الانسداد المعوي اللي هو انتستينال اوبستراكشن؟ انت شايفه قدامك ده اوبستراكشن، هيتكلم على اعراضه ان شاء الله في الباثولوجي، في الجي اي تي برضه في الباثولوجي وهيتكلم عليها، مشهوره جدا، ان مثلا لو عندي لوب من الانتستين فقد قدرته على الحركه، ايه المشكله؟ العيل ده مش هيجيب براز من تحت، مش هيجيب براز من تحت، وهيرجع من فوق علشان الفود هيتراكم بروكسيمالي، وهيتنفخ من النص ديستنشن كده علشان بطنه اتنفخت اتملت اكل، وبيطفح من فوق ما بيجيبش براز من تحت. وهنتكلم على جمله دكتور مطري المشهوره، طبعا دكتور مطري ده من اشهر الناس بتشرح جراحه زي ما احنا عارفين، كان دايما يقول لك اعراض الانتستينال اوبستراكشن، ما بيجيبش براز من تحت وبيرجع من فوق ومنفوخ من النص، دي اشهر دايما اعراض للانتستينال اوبستراكشن. المانجمنت هنا غالبا ما يكون جراحيا ان لزم الامر، لو استدعى الامر هنمانج بالجراحه، ده لو انا محتاجه مانجر او لو الامر استدعى المانجر. طب حد عارف معلش يعني هو اغلب الانتستينال مالروتيشن قلت لك انها اسيمتوماتيك ما بتديش اعراض، يعني امتى بنكتشف احنا مثلا بقى كدكاتره بالصدفه، او امتى جراح بيكتشف بالصدفه مثلا ان في انتستينال مالروتيشن؟ لما ايه اللي يجرى مثلا؟ لو فرضا العيل ده زايدته التهبت عارف ازاي ده مثلا؟ الزايده بتاعت العيل ده التهبت مثلا، وجينا هنفتح نشيل الزايده بنتفاجئ ان الزايده مش في ايه؟ مش في مكانها، مش في مكانها الطبيعي، مش تحت على اليمين زي ما احنا عارفين، حتى بالاشعه بيبان ان البوزيشنز بتاعت الانتستينال لوبس واجزاء الامعاء المختلفه مش في وضعها الطبيعي او مش في مكانها الطبيعي. ده بتكتشف بالصدفه يعني، واحد من كل 6000. يعني ممكن يكون في ناس من اللي قاعدين معانا في المحاضره دلوقتي عندهم انتستينال مال روتيشن وعايشين بيه عادي، تمام؟ فبالتالي انت فهمت خلاص ما معنى انتستينال مال روتيشن، وفهمنا ده عباره عن ايه. طيب سهله خالص ان شاء الله، تعالوا نبدا بقى نتكلم في شابتر 2 في الجي اي تي بتاعنا الجميل، ونتحدث عن الجي اي تراكت مايكرو اناتومي. يعني ايه مايكرو اناتومي؟ يعني هركز على الهيستولوجي والفانكشنال هيستولوجي، يعني مش الهيستولوجي من اجل الهيستولوجي، مش هقعد بقى اقول لك بص يلا تحت الميكروسكوب يلا، ده كان كويس ان في ميكروسكوب جنبي، بص يلا تحت الميكروسكوب يلا، شايف الايبيثيليوم يلا، شايف السيليا اللي بتتحرك يلا، يا نهار ابيض، بص بص بص، او الخلايا الحمراء دي غير الخلايا الصفراء، غير الخلايا البنفسجي، بص ركز في الخلايا الحمراء هتلاقيها حمراء بس منقطه ابيض من فوق. الكلام ده مش هيحصل تماما، ما انسى هذا الكلام، ما احنا هنركز فقط في الكلينيكال هيستولوجي او ما ينفعك كطبيب على مستوى الهيستولوجي وخلاص، لكن مش هنقعد نلوك ونعجن. انسى اللي خدته في الهيستولوجي، وانسى امتحانات الهيستولوجي، وانسى ذكرياتك الاليمه مع الهيستولوجي في الكليه اللي انا عارف ان هي كانت اليمه، انا واثق منها، انا عارف، معلش امسح بقى الكلام ده وركز معايا علشان تعرف اللي هينفعك من الكلام ده. طيب هنعرف بايلس ايمسز يعني ايه يا رنا؟ بس اصبري اصبري، الصبر جميل، كل حاجه بتلف اولا. انا عارف ان انت مسكت طبعا في بايلس ايمسز اللي هنا المكتوبه دي، اصبري شويه مفيش مشكله خالص، هنتكلم عنها بالتفصيل ممل. طيب دعونا نبدا في الدايجستيف تراكت اناتومي، ولكن ليس اناتومي، هو المايكرو اناتومي. طبعا يا جماعه عيب يعني انه يبقى قاعد معايا حد عدى جنب سور كليه الطب، حتى يعني مش هقول لك دكتور، او مش هقول لك مثلا انت في سنه ثانيه او سنه ثالثه او ما يعني دخلت كليه الطب، يعني عيب طبعا يبقى قاعدين معايا ناس واقعد اقول لكم يعني ان الدايجستيف تراكت او الدايجستيف سيستم، الانبوبه بتاعت الجي اي تي بتتكون من طبقات، الطبقه الاولى اسمها ميوكوزا،
والطبقة التانية اسمها سب ميكوزا، والطبقة التالتة اسمها ماسكولاريس لير أو بتتسمى ماسكولاريس إكسترنا، والطبقة الرابعة والأخيرة اللي هي الخارجية اسمها سيروزا، اللي هي لمؤاخذة يعني من جوه لبره مسمس أو زي ما بيقولوا كده، مش عايز أقول لك يعني كلمة تانية يعني عيب حتى ما ينفعش تتقال يعني، هي مسمس وخلاص خلاص مسمس بقى وخلاص، مش هقول لك بقى كلمة تانية عشان يعني مش حاجة لطيفة يعني، فمالهاش لازمة. المهم يعني anyway، فبالتالي ميكوزا صب ميكوزا ماسكولاريس اكسترنا سيروزا، اصل في مستشفى محترمه فما ينفعش حد يخش عليا لاني بقول كده صحش يعني، هو ما ينفعش حد يخش عليا لاني بشرح اصلا للايه للكمبيوتر يعني، الناس عارفه هنا ان انا مجنون عادي ما فيش اشكال، حد واقف ماشي عدي من بره يقول لك ده بيتكلم نفسه مش مشكله يعني، الناس هنا عارفه ان انا مجنون فعادي يعني ما فيش اشكال، كله بيقدر هذا الموضوع. المهم يعني فاذا احنا عندنا ميكوزا صب ميكوزا ماسكولاريس اكسترنا وسيروزا، ادي الميكوزا اللي هي ايه الطبقه الداخليه اللي انت شايفها قدامك دي اللي بتبقى في اليومن، والصب ميكوزا هي الصفره اللي تحتيها دي الطبقه اللي تحت الابيسيليوم اللي مبطن التيوب دي اسمها صب ميكوزا. وبعد كده بيبقى في طبقه الماسكولاريس او اللي هي الماسكولاريس ميكوزا، الماسكولاريس ميكوزا دي برضو الثلاثه دول بيبقوا تبع الميكوزا، يعني خد بالك طبقة الميكوزا بتبقى عبارة عن لوحدها ثلاث طبقات، الطبقة الأولى اللي هي الإبيسيليوم اللي مبطن اليومن، وتحت الإبيسيليوم بيبقى فيه لامينا بروبريا، وتحت اللامينا بروبريا بيبقى فيه ماسكولاريس ميكوزا، كل دول في الطبقة اللي هي مرسومة اللي هي زي ما بيقولوا كده مشرشرة جوه اليومن انت شايفه قدامك. بعد تحتيها في الطبقه اللي هي الصفره اللي هي مرسومه بالاصفر هنا، دي طبقه الصب ميكوزا، والصب ميكوزا دي اوقات بتحتوي على جلاندز صب ميكوزا الجلاندز. بعد كده بتلاقي اللي هي الطبقه اللي هي بتاعه الماسكولاريس لير اللي هي الماسكولاريس اكسترنا، اوقات الماسكولاريس دي بتبقى عباره عن ماسل فايبرز، طبعا سموث ماسل فايبرز بالتاكيد، سموث ماسل فايبرز دي ساعات بتبقى مترتبه في طبقتين يعني، ساعات بتبقى انر سيركولار واوتر لونجيتودينال، او ساعات بيبقى في مثلا في حاجه اسمها تنجنشال لير بتزيد في بعض الاجزاء، لكن هي غالبا انر سيركولار واوتر لونجيتودينال. المهم يعني دي الماسكولاريس، حتى بنقسمها الماسكولاريس انر ماسكولاريس لير واوتر ماسكولاريس لير، اهي انر سيركولار لير واوتر لونجيتودينال لير، كل دول في الماسكولاريس لير او الماسكولار لير. وبعد كده الطبقه الخارجيه خالص من بره خالص دي اللي هي ايه عباره عن البريتونيوم اللي مغطي اللوب بتاع الانتستين اللي هو الميزنتري اللي هي السيروز، والميزنتري ده هو اللي بيبقى داخل لها منه الايه البلاد سبلاي بتاعها، ان كان ارتري فين ليمفاتيك فيسلز كل الكلام ده بيبقى داخل يغذيها من بره من السيروس ده اللي هي سيروزا او بتتسمى ادفنتيشيا، لو كان في بريتونيوم بتتسمى سيروزا، لو ما فيش بريتونيوم بتتسمى ادفنتيشيا. تمام طيب اذا اهو الميكوزا عباره عن ايبيسيليوم لامينا بروبريا ماسكولاريس ميكوزا، الصب ميكوزا بتبقى عباره عن الكونكتيف تيشو اللي تحت الميكوزا، والماسكولاريس لاير دي اللي هي مسؤوله عن الموتيليتي اللي هي السموث ماسل، ودي بتبقى عباره عن انر سيركولار اكتر لونجيتودينال، والسيروزا دي الطبقة الخارجية اللي هي بتبقى أدفنتيشيا لو كان الأورجان أو لو كان الحتة دي من الجي أي تي مش متغطية ببريتونيوم. طيب في ديتيل تانية عايز أضيفها. أنتوا عارفين كلكم إن من أهم وظائف الجي أي تي أو من أهم وظائف التيوبة بتاعت الجي أي تي إن جنرال هي إنها تتحرك بريستالسيس. أهم وظيفة تقريباً في الجي أي تي هي البريستالسيس. في عندنا حزمتين اعصاب مسؤولين عن البريستالسيس لازم نحفظهم صم زي اسمنا، وهنتكلم في الفسيولوجي ان شاء الله لاحقا عن تفاصيل البريستالسيس كيف تحدث البريستالسيس، ولكن مهم هيستولوجيا انك تعرف ان في تو نيرف بلكسسز مسؤولين عن الحركه الدوديه بتاعه الامعاء او البريستالسيس، بلكسس اسمها ميزنر بلكسس، والبلكسس الثانيه اسمها ارباخ بلكسس. يعني عندنا في ميزنر بلكسس ارباخ بلكسس، والميزنر بلكسس اللي فيها 2 اس يقول لك ميزنر ام 2 اس دي بتبقى مكتوبه موجوده في الصب ميكوزا اللي بحرف الاس عشان ما تنساش يعني، فاللامينا بروبريا اللي هي الطبقه الصفراء دي
لامينا بروبريا والسب ميكوزا، الطبقه دي اللي بيبقى فيها الايه الميزنر بليكسس. في الطبقه الثانيه بقى بيبقى فيها الارباخ بليكسس، اللي بيبقى في الماسل لاير، في الماسكولاريس لاير اهو. الارباخ بليكسس بقى بتبقى موجوده في الـ في الـ في الـ في الـ في الماسل لاير، حتى ليها اسم ثاني الارباخ اسمها ماينتريك بليكسس. اسمها ايه؟ ماينتريك. ماينتريك يعني انتستين. ماينتريك جاي من انتريك، انتريك يعني انتستين معوي. فماينتريك بليكسس دي اللي هي الارباخ بليكسس دي موجوده في الماسكولاريس لاير. الارباخ والميزنر بليكسس دول هم المسؤولين عن الحركه الدوديه للامعاء. طيب ليه يا دكتور تاح انا كطبيب لازم اعرف طبقات الجاتوه؟ بعيدا يعني عن من اجل الهيستولوجي، يعني اللي هي الهيستولوجي من اجل الهيستولوجي، يعني العلم من اجل العلم. لا حضرتك يعني مهم جدا ان انت تبقى كدكتور عارف ليه، لان احنا مثلا هناخد ان شاء الله ان في ديس اوردرز في البريستالسيس هنتكلم عنها في الباثولوجي ان شاء الله، ريليتد لامراض في الميزنر او الارباخ بليكسس هنتكلم عنهم، دول ليهم امراض خاصه بيهم. زي مثلا هناخد مرض اسمه هيرش سبرانج ديزيز، وهناخد مرض تاني اسمه اكاليزيا اوف ذا اوسوفاجس. ده هيبقى المشكله او الخلل بيورلي في الميزنر والارباخ، فانت لازم تبقى عارف ايه الميزنر وايه الارباخ دول وبيشتغلوا ازاي وموجودين فين. طب تاني حاجه اهو، ادي كلينيكال ابلكيشن بسيطه خالص من غير اي تعقيد لموضوع طبقات الانتست وطبقات الجي اي تي، انك تعرف امتى تفرق ما بين، او انك تعرف التفرقه او الفرق بين كلمه ألسر وكلمه ايروجن. لك ان تتخيل في فرق بين تعويره وقرح يا راجل. والله فرق السماء من الارض. تعويره حاجه وقرحه حاجه ثانيه. ايه الفرق بينهم؟ عمق الجرح. الاثنين جراح، لكن جرح عن جرح يفرق. يا على الرومانسيه. والله الجرح لو كان سوبرفيشال ضرب الميكوزا بس، ميكوزا اونلي، ده اسمه ايروجن، جاست تعويره. انما لو الجرح غوط جامد، دخل في طبقه الصب ميكوزا او دخل في طبقه الماسل لاير، ده يبقى اسمه ألسر، قرحه. يبقى ده الفرق بين التعويره والقرحه. يعني على سبيل طب وده انت معلش لا مؤاخذه يعني تحدده ازاي؟ تاخد لازم ياخدوا عينه، لازم ياخدوا عينه بالمنظار. تمام اهو، لازم ياخدوا عينه بالمنظار، ابعتوها لنا باثولوجي في سلايد زي دي كده، ده اللي شايفه قدامك دي كده، ابعتوها لنا باثولوجي في سلايد، ونحط الباثولوجي بحيث نحط السلايد كده تحت الميكروسكوب، بنبص احنا بقى من هنا كده ونعرف او بيبان تحت الميكروسكوب التعويره ضربه ايه. هل هي ضربه ميكوزا اونلي ولا ضربه صب ميكوزا وماسل لاير؟ ده ليه فرق سما من الارض في العلاج، فرق سما من الارض في تشخيص بعض الامراض. يعني عندك انت مثلا مرض زي الالسراتيف كولايتس والكرونز، اللي بيفرق ما بينهم هل التعويره ترانسميورال او الباثولوجي ترانسميورال ولا الباثولوجي ميكوزا، بسيطه خالص. فبالتالي لا، ده فرق سما من الارض وحاجه لازم تبقى عارفها كويس جدا كطبيب. وبالتالي مهم جدا تبقى عارف طبقات الجي اي تي على الاقل فور ذا سيك، انك تعرف ازاي تفرق ما بين ألسر وايروجن. الايروجن السوبرفيشال، انما الألسر از ديب. الايروجن واخد ميكوزا بس، انما الألسر واخد معاها صب ميكوزا او واخد ماسل لاير. طيب شايف الجمله دي؟ لا مش دلوقتي. ده انا هكلمك عنها بالتفصيل يا معلم في الجي اي تي موتيليتي. يعني الفيرست ايد مكتفي بالسطر وربع دول، والله السطر ونص دول، وشارح فيهم الانتستينال موتيليتي. لا، ده الانتستينال موتيليتي لازم تتشرح بالتفصيل يا معلم، تصير عليها اسئله كتير في اليو وورلد، وبالتالي الكلام ده غير كافي على الاطلاق. هنتكلم عنه تفصيليا في سيكشن الفيسيولوجي ان شاء الله. خلاص ده الصوره هي اللي بتوضح لك طبقات الجي اي تي. خلاص وادي نفس الصورة بس تحت الميكروسكوب زي ما انت شايف. ادي دي اهي الميكوزا، وادي دي الحتة الشريط الاحمر ده هو الماسكولاريس ميكوزا، وادي الصب ميكوزا، وادي طبقة الماسل لير او السموث ماسل لير. الطبقة اللي برة دي هي الادفنتيشيا او السيروز. تمام، ده غالبا 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 this is
from the small intestine. ده دي جزء من الـ small intestine غالبا. على الأرجح إليا، لكن مش مؤكد يعني. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده. دكتور، هو أنا لازم أتعلم أو أعرف إزاي أفرق ما بين الهيستولوجي بتاع أجزاء الجي آي تي المختلفة؟ طبعا، ولكن يعني اللي هو إيه؟ حاجات معينة بس أو تريكات معينة هو لازم تعرف. إيه العلامة المميزة اللي بتميز كل جزء من أجزاء الجي آي تي هيستولوجيا يعني؟ ليه؟ ما هو أصل إحنا هناخد باثولوجي، إحنا هناخد جي آي تي باثولوجي. هقول لك مثلا let's say إن السلايد اللي أنت شايفها قدامك دي، أو السلايد اللي هنتفرج عليها مع بعض دي، أو الصورة اللي قدامك دي مثلا، دي عبارة عن أوسوفيجاس فيها مثلا انفلاميشن أوسوفيجايتس. أنت هتعرف منين إنها أوسوفيجاس من غير ما تكون متعلم الهيستولوجي؟ فلازم أنت كطبيب تبقى عارف أنت في أنهي حتة في الجي آي تي على الأقل، تمام؟ انك تبص للصوره، تبص على الصوره تعرف انت في انهي حته. طيب تعال نبدا في الاول مثلا بالاوسوفيجس. نبدا بالاوسوفيجس، على اوريك صوره كده للاوسوفيجس، شوفها كده دي واحده. نجيب له الاوسوفيجس صوره كده مايكروسكوبيك. اتفرجك كده على الصوره بتاعتها او الشكل بتاع الاسوفاجس عامل ازاي بالظبط. صوره اكسل في اكسبلاناتوري خالص يعني. احب انا الصور اللي هي شرحه نفسها دي، شايفها انت اهو قدامك، اوريك دلوقتي حالا. طيب اهو دي هي طبقات الاوسوفيجاس. ايه دي يا جماعه؟ دي الايبيثيليوم. بس زي ما انتم شايفين ايبيثيليوم الاوسوفيجاس كما ترون امامكم هو متعدد الطبقات، ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. طب كيراتينايزد ولا نان كيراتينايزد؟ لا نان كيراتينايزد طبعا. عمري ما سمعت عن حد عنده كرياتين في الاوسوفيجاس يعني. عمرك سمعت واحد طالع له جلد في المريء؟ ما فيش الكلام ده يعني. فبالتالي هو غالبا نان كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده، ادي الايبيثيليال لاير. ودي اللامينا بروبريا، دي ايه اللامينا بروبريا اهي، وادي الماسكولاريس ميكوزا اللي هم ثلاث طبقات على بعض بيتسموا ايه زي ما قلنا قبل كده، لو ما كده سموا ميكوزا. تحتهم بتلاقي الصب ميكوزا. الصب ميكوزا اللي بتبقى عباره عن كونكتيف تيشو زي ما انت شايف قدامك كده. كونكتيف تيشو دي بيبقى شويه فيها شويه بلاد فيسلز على شويه نيرف اندنجز على شويه نيرفز على شويه كده يعني. وبعد كده في الماسكولاريس اكسترنا لاير او الماسل لاير. والاسوفيجاس زي ما احنا عارفين الماسلز بتاعتها فيها معلومه مهمه جدا يعني، في معلومه مهمه جدا في حته الماسل لاير بتاع الاسوفيجاس هنا اللي هي الماسل لاير. الماسل لاير يا شباب بتاعت الاسوفيجاس بتختلف نوعها على حسب انت في انهي جزء في المريء. هل انت في التلت الفوقاني ولا في التلت الوسطاني ولا في التلت التحتاني؟ ليه يا دكتور مش فاهم؟ اصل في التلت الفوقاني العضلات اللي بتبقى موجوده في جدار الاسوفيجس بتبقى بيور سترايتد ماسلز. عارفين سترايتد يعني ايه؟ ايش طبعا ايه هنا الدنيا مش قوي يعني. سترايتد ماسل، حد عارف سترايتد يعني؟ يعني سكيليتال. ما هو البلع بيبدا فولنتري، البلع بيبدا فولنتري، انت اللي بتقدر تسيطر عليه. وعلشان كده الموضوع بيختلف ما بين الحد اللي هو الزليط والحد النقناق. ايه الفرق بين النقناق والزليط؟ الزليط ده، الزليط ده اللي بيزلط يا جماعه، اللي هو بيبلع من غير ما يندم، وده اللي غالبا ما بتخشش وراءه بالبوفيه خلاص، اللي بيقعد ليه ما عندوش حاجة اسمها المدغ. هو ميكانيزم المدغ ده مش شغال، ده يثبت لك ان انت ممكن تبلع من غير ما تمضغ، وممكن تبلع بعد ما تدي الحاجة حقها وتمضغها وبالراحة يا ابني وتاكل على مالك. انما التاني النقناق ده اللي بينقنق، يعني دي وقتها كده ويمضغها براحتها، وبعد كده يروح ايه بالع، اللي هو الناس الطبيعية يعني.
لكن في ناس مش طبيعية طبعا. أو اللي بيفرق أهو علشان بداية البلع، خلاص بداية البلع striated skeletal voluntary the upper one third of your esophagus is voluntary skeletal muscle واللور one third of your esophagus is a pure smooth muscle. في حد بيقول لي وحضرتك ايه يا دكتور ما تحرجنيش بقى ما تحرجنيش بقى صراحة انا الراجل زليط يعني ما علينا يعني مش موضوع ده، انا مش زليط ده انا زلاط اللي هو الحاجة بتنزل في الريكتم على طول، مش حتى مش بتعدي على الاسوفيجاس، انا عندي فيستولا من الاورال كافيتي نازلة على الريكتم على طول، ما فيش الكلام. المهم يعني anyway سترايتد الجزء التحتاني خلاص، هنا اول ما بيوصل الاكل للتلت التحتاني من الاسوفيجاس بتكون خلاص ما عدتش انت بتتحكم في البلع ده تماما، الباقي بيكمل انفولانتري، وبالتالي اللي في النص ده بيبقى ميكس يعني ميكسد من ده على ده من ده على ده لسه اه تمام. او تعالى كده بص معايا اهو، نرجع للنوتس بتاعتنا تاني. ايه ده لا انا رايح فين؟ اه تعالى نعود للنوتس بتاعتنا مره تانية اهي. بص مكتوب قدامك ايه؟ ان الاسوفيجاس زي ما انت شايف اهي متبطنه بنون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم، وادي موضوع الابر 1 ثيرد اللور 2 ثيرد، بيقول لك الابر 1 ثيرد سترايتد ماسل ميدل اند لور 2 ثيرد ار سموث ماسل، بس في اوفرلاب شويه ات ذا ترانزيشن اللي هو في الثلث الوسطاني يعني. تمام؟ طيب دي المعلومات اللي بس انا عايزك تعرفها عن الاسوفيجاس عشان لما اوريك سلايد اسوفيجاس تبقى عارف ان دي اسوفيجاس بس مش اكتر ولا اقل. تمام؟ طيب بالنسبة للستومك بقى، شوف يا سيدي معايا على فكرة للأسف الشديد في الفيرست ايد ما جابوش صورة للأسوفيجاس عشان كده أنا جبتها لك من بره يعني، بس مش مشكلة يعني مش قضية، أنت هتتهري معايا صور أسوفيجاس ما تستعجلش على رزقك، لا مش قضية. ده شكل الستومك، ستومك حضرتك بتبقى عبارة عن حفر 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 داخلة جوه كده، يعني بتلاقي ان الميكوزة بتاعتها داخلة جوه بحفر كده، حفر اللي داخلة جوه ده شباب بيسموها جاستريك جلانز او جاستريك بيتس، اسمها ايه؟ جاستريك جلانز او جاستريك بيتس، او شايفها دي اسمها جاستريك جلانز، دي جاستريك جلانز تمام. وبتلاقي عادة يعني لما نقرب بقى يعني شايف انت الصوره رقم بي دي عباره عن هاي باور، يعني انت قربت بالميكروسكوب على واحده من الجاستريك جلانز، بتلاقي جوه الجاستريك جلانز دي زي ما يكون في خلايا زرقاء اللون عادي بشكل طبيعي، لكن في خلايا حمراء كده محمره كده، حد شايف دي ودي؟ اديني الاوكي لو مركز معايا وشايف، شايف دي؟ شايف الخليه دي؟ شايفها اللي هي المحمره شويه دي عن اللي حواليها؟ او شايفها الخليه دي مهمه، الخلية دي مهمة جدا، البينك ايزينوفيليك سيل دي اسمها بارايتال سيلز اوف ذا ستومك، اسمها ايه؟ بارايتال سيلز اوف ذا ستومك او بارايتال سبينك، بارايتال سبينك، بارايتال سبينك، او بتتسمى اسم تاني لو حد فاكر من اضغاث احلام الهيستولوجي اللي كنا بناخدها في الكلية، بتسمى اوكزينتك سيلز، كانت بتسمى ايه؟ اوكزينتك سيلز، كان اسمها اوكزينتك سيلز او بارايتال سيلز. اوكزينتك سيلز او البارايتال سيلز دي ليها وظائف عديده نتكلم عنها في الفسيولوجي ان شاء الله، يعني دي بتفرز اتش سي ال وزي ما احنا عارفين، وبتفرز كمان حاجه اسمها الانترنسيك فاكتور، وليله كبيره سعادتك. المهم يعني اني anyway، لكن اختها بقى الخلايا الثانيه اللي هي اللي بتبقى مزرقه دي اللي هي الخلايا العادي زرقاء اللون شايفها قدامك دي، اللي هي الخلايا العاديه دي زي ما انت شايف دي اهي، دي بقى اسمها تشيف سيلز، دي اسمها تشيف سيلز، التشيف سيلز دي بتبقى بيزوفيليك زرقاء اللون زي ما حضرتك شايف اهو، دي زي ما انت شايف اهو اللي متشاور عليها بالبلاك ارو دي التشيف سيلز، واللي متشاور عليها بالريد ارو دي الايه البرايتال سيلز. المهم ان انت تعرفه طبعا، عارف كويس جدا ان ده شكل الاستومك. طيب اوريك صوره ثانيه للاستومك من عند انا بقى، الصوره من عند عم متاح حبيبك، ابص معايا كده
أوريك صورتين إن شاء الله أحلى من بعض الاثنين. آدي دي، عايز دي، وعايز دي. وعايز دي. ايوه جميل. بص معايا يا فندم، بص الصوره الاولانيه ده دايجرام بوضح لك يعني ان شايف الجاستريك ميكوزا، انا عايز اوضح لك ان هي داخله بحفر كده من جوه، داخله بجوه بحفر، كل حفره من دول بتودي على الماسوره اللي انت شايفها قدامك دي اللي اسمها ايه، جاستريك بيت او جاستريك جلاند. تمام، ده ايه الكلام ده في الميكوزا بتاعت الاستومك. تحت بقى الميكوزا دي اللي مليانه جاستريك جلاندز اللي انت شايفه قدامك دي، بيبقى فيه بقى الصب ميكوزا عادي، وتحت الصب ميكوزا في الماسل لاير، وبعد كده في السيروزا من بره اللي هي البريتونيه ممكن. كل واحده من دول ده التكبير بتاعها اهو حضرتك، زي ما انت شايف ده شكل الجاستريك ايه جلاند. تمام، جاستريك جلاند اهم خليتين انا عايزك تعرفوا فيها الزرقاء والحمراء، الزرقاء والحمراء، الزرقاء والحمراء، الزرقاء دي اللي هي التشيف سيل، والحمراء دي اللي هي البرايتال سيل. ادي منظر يا سيدي الجاستريك جلاندز تحت الميكروسكوب بهاي باور او بهاي باور، ده انترميديت باور يعني، يوضح لك اهي النتوءات زي ما انت شايف اللي داخله اهي بالبطانه اللي مبطناها. طب لا يا دكتور انا كده مش شايف الفرق بين الخلايا الحمراء والخلايا الزرقاء، هوريك دلوقتي حالا صوره اهي مبينه لك اهو. بص احنا كده كبرنا قوي بقى، ده اكستريملي هاي باور. ها شايف دي زرقاء ولا حمراء دي يا ابني؟ دي زرقاء ولا حمراء حبيبي؟ دي زرقاء زي ما انت شايف كده، اللي جنبها على طول شايفين اللي جنبها على طول دي ايه؟ حمراء حضرتك. خلاص؟ ده دي برايتال سيل، واللي جنبها دي على طول دي التشيف سيل. انت خلاص قادر تايدنتيفاي الفرق بين التشيف سيل والبرايتال سيل، ودي اهم حاجه انا عايزك تعرفها. بقيت بقى الخلايا المبطنه الاستومك بقى نيك سيلز ومش عارف، لا انا عايزك بس تعرف التشيف سيلز والبرايتال سيل، لان دول اللي مهمين ليك اكلينيكيا. تمام او كلينيكال. انزل شويه كده نخش على الديودنم، اول حته في الايه، في السمول انتستين. الديودنم زي ما احنا عارفين احنا بدانا انتستين كده، يعني هضمنا خلاص بقى المعده، بدات الهضم في الانتستين، بيتم الهضم او بيتم عمليه الهضم وبيبدا الامتصاص، فلازم الانتستين تبقى مهيئه لان هي تمتص، مهيئه فور ابزوربشن. طب علشان يحصل ابزوربشن لازم ايه؟ لازم اطلع بصوابع فيلاي ومايكرو فيلاي، فيلاي ومايكرو فيلاي لزوم الابزوربشن. فاهو من اوائل الحاجات اللي بتلاقيها موجوده في الديودنم وفي السمول انتستين في العموم از ذا فيلاي اند مايكرو فيلاي، علشان ازود السيرفيس اريا فور ابزوربشن. ده كلام فارغ ده، لكن اهم كلمه، اهم كلمه شوف الصم زي اسمك، هي ان الديودنم طالع بفيلاي ومايكرو فيلاي وداخل بحفر، يعني في حفر وفي بروزات. اذا الديودنم حفر وبروزات، انما الاستومك حفر بس، الاستومك حفر بس اللي هي جاستريك جلاندز وجاستريك بيتس، انما الديودنم حفر وبروزات، البروزات اللي هي الفيلاي والمايكرو فيلاي، والحفر اسمها كريبتس. اني كريبتس بقى اسمها حضرتك كريبتس اوف ليبر كان، اسمها ايه؟ كريبتس اوف ليبر كان. انتوا عارفين يا جماعه ان بتوع الهيستولوجي وبتوع الباثولوجي، احنا يعني كبتوع الهيستولوجي كبتوع الباثولوجي مجانين، مشهور عننا يعني، شو ان احنا مجانين، اي حد يكتشف حاجه يسميها باسمه بيتبسط قوي، يعني مثلا لو جيت بص تحت الميكروسكوب شفت اي خليه كده جديده زمايلي ما يعرفوهاش اروح كده مسميها تحسل وقعد واتشهر، شفت سهل ازاي؟ اه واتشهر كده واسمي واسمها تحسل وكل الناس تسميها تحسل وخلاص عادي خلاص اتشهر، شفت الشهره سهله، مش سهله خالص في البصور، اي حاجه سميها باسمك وخلاص. هو الراجل هو اللي اكتشف الكريبتس دي فسماها كريبتس اوف ايه؟ اوف ليبركان. الاهم بقى من الفيلاي والمايكرو فيلاي والكريبتس اوف ليبركان هو الشيء الذي يميز الديودنم، هو اللي بيخليك تعرف انك في الديودنم اساسا، هو وجود البرونر جلاند.
البرونر جلانز. البرونر جلانز دي بتبقى عبارة عن أسيناي جلانز غدد، أسيناي في السبميكوزا، سبميكوزا الأسيناي اسمها برونر جلاند، بتطلع الكالاين ميوكس. أها تالي يا دكتور تاح، أنا استنتجت خلاص، لأن إحنا كلنا عارفين إن المعدة أسيدك، فكون إن المعدة أسيدك الأكل والحاجات اللي فيها لما هتصب في الانتستين الحاجات دي كلها تبقى نازلة أسيدك، فلازم يطلع لها إفرازات الكالاين عشان تعادلها، تعادل الأسيدك كايم أو الأسيد اللي نازل من الاستومك ومخلوط بالأكل، هو ده اللي بتطلع باي كربونيت البرونر جلاند دي. أبص معايا تحت كده على الصورة رقم سي، دي صورة للديودينم، دي صورة للديودينم زي ما انت شايف، بتلاقي فيه فيلاي كده ومايكرو فيلاي زي ما حضرتك شايف، بس مش ده المهم. المهم طبعا هي البرونر جلاند اللي بتبقى موجودة في الصب ميكوزا، بس مش باينة هنا قوي. أوريك أنا صورة أحلى من دي بكتير، اتفرج عليها مع بعض عشان ننبسط. بص معايا كده، اوريك ايفن الفيلاي والمايكرو فيلاي، والله فرحك جامد يعني. شوف دي، استنى اتفرج معايا كده، شايف ده يا دكتور؟ شايف دي معايا؟ بص بص، الطبقه اللي فوق ايه؟ دي طبقة الإبيسيليوم. البروزات الصوابع اللي طالعة دي اسمها فيلاي، أو الصوبع ده اسمه فيلاي ومايكرو فيلاي. طب المايكرو فيلاي فين؟ شايف أنت الحتة الحمراء اللي على الخلية من فوق دي؟ الحتة الحمراء الراء الأحمر اللي فوق النيوكلياي، شوف صف النيوكلياي بتاع الخلايا هو كولامنر. شايف أنت الحمار الخط الأحمر التخين اللي محدد الخلية من فوق ده؟ ده المايكروفيلاي. These are the microvilli. لأن هناخد مرض إن شاء الله بإذن الله في الباثولوجي اسمه سيلياك ديزيز. فمرض السيلياك ديزيز ده بيحصل أتروفي في الفيلاي والمايكروفيلاي، بيحصل أتروفي في المايكروفيلاي، تلاقي الخط الأحمر أو الطبقة الحمراء التخينة، الخط الأحمر التخين اللي فوق ده هتلاقيه ارفع خالص وبقى شبه منعدم. وأقول لك ساعتها ده اتروفي المايكروفيلاي، فلازم تبقى أنت عارف شكل الفيلاي الطبيعية والمايكروفيلاي الطبيعية إيه علشان تقدر تعرف لما يبقى فيها اتروفي يبقى المنظر عامل ازاي. او اللي داخله بقى جوه دي بقى، دي كريبتس اسمها كريبتوف ليبركان، دي اللي داخله جوه اهي كريبتوف ليبركان. شايف بقى سيدي الفاضل دي؟ خد بالك انت من دي يا دكتور، شايف دي؟ شايف دي؟ دي ايه دي؟ دي البرونر جلاند، دي البرونر جلاند اسمها ايه؟ برونر جلاند. برونر جلاند دي بتبقى موجوده في الصب ميكوزا حضرتك اهي. بص برونر جلاند دي بتطلع الكالاين سكريشن او الكالاين ميوكس اللي هي مفصوله تماما عن الفيلاي والمايكروفيلاي، قاعده لوحدها كده اهي، اسمها ايه؟ برونر جلاند. خلاص اذا الصوره دي واضحه تماما وموضحه لك طبقات ال الديودنم بالتفصيل اهو. اهو بص معايا، إذا شفنا الفيلاي وشفنا المايكروفيلاي، شفنا البرونر جلاند وقلنا إن دي اللي بتطلع بايكربونيت موجودة في الصب ميكوزا، تمام؟ وفي كريبتس أوف ليبر كان، كريبتس أوف ليبر كان، الكريبتس أوف ليبر كان دي هنعرف فيها إيه بعدين إن شاء الله. يعني شايف أنت الجملة دي؟ كونتين ستيم سيلز ذات ريبليس مش عارف إيه، بان سيلز ذات سكريت مش عارف إيه. لا ده أنا بص، ده انا بكلمك على البان السيل اهي بالتفصيل ان شاء الله تحت، ما تقلقش، استعجلش على رزقك يا ابني، هفرجك عليها واكلمك عنها بالتفصيل الممل، استعجلش على رزقك يا بابا، تمام؟ فسيبك بس تشوف بس شكل الكريبتس ايه. في حاجه اسمها بلايكا سيركولاريس ملهاش اي لازمه خالص، المهم عندي بس فيلاي مايكرو فيلاي برونر جلاند وكريبتس اوف ليبركا. طب الاليوم، الله دكتور تاع انت فوتت الجوجنم، اصبر عليا يا ابني، امشي معايا بس بالترتيب بتاعي علشان انا اريحك وانت وانا ارتاح. الإليوم، الإليوم سيادتك اهم ما يميزه كجزء من اجزاء الانتستينك، بتلاقي عادي خالص الميكوزا العاديه ام كولامنر ايبيسيليوم دي، بس بتلاقي فيه تجمعات لمفاويه في الصب ميكوزا، دي اهم حاجه بتميزها.
التجمعات الليمفاوية المتواجدة في الصاب ميكوزا عند التيرمينال إليوم دي بتتسمى Peyer's patches. Peyer's patches. إذا لو بصيت تحت الميكروسكوب لقيت Peyer's patches أهو، بص شايف دي أوضح إزاي؟ أو ده إليوم. حد عنده خلاف معايا إن ده إليوم؟ أهو بص إليوم أدي طبقة عادي الفيلاي يا عم، والميكروفيلاي أهي حتى في منهم متقطع أثناء التقطيع بتاع السلايد. اهو جايب دي الفيلاي والمايكروفيلاي والميكوزا العاديه، بس اهم حاجه ان الصاب ميكوزا فيها ايه؟ شايف انت التجمعات دي؟ اديني الاوكي بالله عليك بقى، اديني الاوكي انك شايفها. التجمعات دي اسمها Peyer's patches. Peyer's patches دي اسمها إليوم، دي موجوده في الإليوم، فهم تلاقيها يبقى انت في الإليوم. يبقى انت لقيت Peyer's patches انت في الإليوم، لقيت برونر جلاند انت في الديودنا. ما لقيتش دي وما لقيتش دي تبقى في الايه؟ في الجوجنا. عرفت انا ليه شرحت ديودنا وإليوم الاول؟ يبقى انت لو لقيت Peyer's patches انت في الإليوم، لقيت برونر جلاند انت في الديودنم، ما لقيتش حاجه من الاثنين دول يبقى انت في الجوجنم. يعني ابيج ستراجل بالنسبه لنا احنا كنواب باثولوجي. والله احنا كنواب باثولوجي بيج ستراجل بالنسبه لنا. ليه؟ تقعد مع الاتندنج وانت بقى بتعمل ساين اوت. جزء كبير من الساين اوتس يا جماعه في الباثولوجي اللي هو انك بتشخص الحاله وخلاص، بنطلع التقرير بتاع الحاله، ده اسمه ساين اوت. يعني جزء كبير من الساين اوت بتاعنا في البايوبسي بيكون جي اي بايوبسي، اللي هو مناظير واخدين بايوبسي جي اي تي، واخد بايوبسي مش جي اي تي. بص بقى تلاقي الاتندنج الرخم، التندنج الرخم ده اللي هو لازم يمتحنك وانت قاعد، انت يخليك في نص هدومك كده، تلاقي حاطط لك السلايد. يلا محمد بص معايا على الكشكول. ها محمد دي ايه؟ دي ستومك. ستومك، برافو عليك، ممتاز يا حبيبي. هيجي يجيب لك حته ثانيه. هي طب دي ايه بقى؟ يفضل بقى يختبر فيك وانت قاعد بقى عينك تقلب في السلايد، قاعد عينك تبص تحت الميكروسكوب قصاده. ما هو الميكروسكوب بيبقى بعينتين كده، عين الناحيه دي وعين الناحيه الثانيه، هو بص في ناحيه وانت بص في العين الثانيه، فانت قاعد تبص بقى في العين الثانيه، عينك بعد تبص يا رب الاقي Peyer's patches، يا رب الاقي برونر جلاند، ابقى مركز بقى برونر جلاند تبقى ديودنم، Peyer's patches ابقى في إليوم. شايف جاستريك بيتس وشايف خلايا حمراء وخلايا غير، اوكزنتيك ميكوزا، جاستريك ميكوزا، انترال ميكوزا، حاجه بص في منتهى الصعوبه. الامر ليس بالسهوله التي تتخيلها، لكن مع الوقت والبراكتس بتبص تلاقي نفسك بتتحسن بشكل كبير. طبعا ده مش مطلوب منكم انتوا الا لو حد فيكم ربنا كرمه يعني وبقى نايب باثولوجي زي حالاتي، ان شاء الله ساعتها اظبطك باذن الله. تفتكر كلامي دوت تقول يا سلام يا تحيا مظبطنا. فالإليوم يا جماعه اهم ما يميزها هي وجود عادي الفيلاي تماما، لكن مع الفيلاي بيبقى فيه Peyer's patches. Peyer's patches دي مش موجوده اعتباطا. اي تجمعات لمفاويه تمثل نقاط امن، لجنه لمفويد اجريجيتس موجوده في اللامينا بروبريا وفي الصاب ميكوزا. طب دي شغلتها ايه؟ هنعرف ده، انا هكلمك بص عنها بالتفصيل اهي. بص هقول لك ازاي Peyer's patches دي ليها دور مناعي رئيسي وهام في مقاومه اي ميكروب داخل مع الاكل، او اي ميكروب جاي لك مع الميه، داخل مع الاكل او داخل مع الميه، دي بتمثل اهم ريسبونس مناعي ضد هذه الميكروبات، تلك الليمفويد اجريجيتس والتجمعات الليمفاويه الموجوده في الايه؟ في الإليوم. بالإضافة بقى بتلاقي عادي خالص الكريبتس موجودة برضو، الكريبتس في ليبركان لسه موجودة، وبرضو بيبقى فيه البلايكا سيركولاريس اللي هي برضو أنا مش عايز أتعرف عنها يعني. بس بيبدأ بقى تظهر خلايا التي تميز القولون، الكولون، الخلايا اللي بتميز الكولون. الكولون أهم حاجة فيه إيه؟ الإخراج. كولون مهمته استكمال الامتصاص والإخراج، إنك تخرج الإيه بقى؟ الخرى، لا مؤاخذة يعني يا جماعة، أنا آسف والله في الكلمة، ما أنت عايز تخرج إيه؟ الخرى، تمام؟ عشان الخرى يخرج يا جماعة لازم يبقى فيه إيه؟ ميوكس، برابير. الخرى محتاج برابير لزوم الزحلقة، تمام؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا دكتور؟ ما والله ما هي كده، ما أصل أنا ما هقول لك إيه يا ما هي كده، فعلشان يبقى فيه برابير كتير لازم الخلايا اللي بتفرز البرابير تبقى منتشرة يعني. اللي هي ايه يا جماعه؟ الجوبلت سيلز. الجوبلت سيلز اللي هي بتطلع ميوكس اهي، حتى هتلاقي بص اباندنت جوبلت سيلز. اباندنت جوبلت سيلز ده اهم ما يميز الايه؟
الكولون او القولون، القولون اهم مميز، بتلاقي مليان جبلة سيلز حتى ما بتلاقيش فيه فيلاي. ليه؟ لان دوره مش امتصاص قد ما دوره زحلقه، زحلقه لزوم الاخراج. تمام. ماذا عن الجوجنم؟ الجوجنم لا يوجد فيه اي شيء يميزه، يعني يبقى فيه فيلاي وكريبتسوف ليبركان وبلايكا سيركولاريس، لكن ما بيبقاش فيه ولا بيرز باتشز ولا في برونر جلاند. يعني انت كانك شايف في الثلاثه دول سمول انتستينال ميكوزا. طب سمول انتستينال ميكوزا معاها برونر جلاند تبقى ديودن، معاها بيرز باتشز تبقى إيليا، معهاش اي حاجه غير انها سمول انتستينال ميكوزا تبقى جوجن. سمول انتستينال ميكوزا اللي هي ايه؟ كولومنر ايبيثيليوم، عامل كريبتس وعامل فيلاي ومايكروفيل بس. شكرا. اوريك شكل الكولون علشان ابقى بس كفيت ووفيت. نتفرج مع بعض على شكل الكولون. بص الكولون ده اسهل حاجه تقدر تلقطها تحت الميكروسكوب يا جماعه، والله اسهل حاجه تقدر تجيبها تحت الميكروسكوب. هقول لك انا الكي وورد او الكي وورد بتاعته ايه. ها ايه الكي وورد؟ الجوبلت سيلز الكتيره. شايفين يا جماعه كل الخلايا اللي باينه لك فاضيه دي من جوه؟ انت عارف ان الميوكاس بيدوب واحنا بنحضر العينه وبنحضر السلايد، دي جوبلت سيل. شايف كل اللي انت شايفه جوبلت سيلز وطالع لها ميكوزا، صح؟ جوبلت سيلز وطالع لها ميكوزا. ادي ايه الميكوزا؟ الكولامنر ميكوزا العاديه بتاعتنا لكن مليانه جوبلت سيلز. شايف كميه الجوبلت سيلز رهيبه ازاي؟ او دي الكولونيك ميكوزا، دي الميكوزا بتاعت الكول. بص بقى فرق بين دي، عايز اوريك كده بالله عليك، فرق كويس قوي بين دي وايه ودي. ايه رايكم؟ اديني الوكيلة واخد بالك من فرق كمية الجوبلت سيلز. يعني شايف هنا الجوبلت سيلز بعيدة عن بعضها ازاي؟ شايف انت بقى هنا، بص الجوبلت سيلز هنا، انت واخد بالك؟ شايف هنا، بص بص تقريبا دي جوبلت سيلز، بص واضحة ازاي؟ تتعلم كويس جدا ال انما هنا طبعا واضحة ان في برونر جلاند، يعني بس انا بقول لك من حيث الكونتنت بتاع الجوبلت سيلز. يعني دي ديودينم، برافو عليك، وده ديودينم لان دي في برونر جلاند. تمام. طب anyway يبقى خلاص احنا اتعلمنا كويس جدا ازاي نفرق ما بين الهيستولوجي بتاعت الديفرنت بارتس اوف ذا جي اي تي. كده انا مهدك كويس جدا اني لما هبدا اشرح باثولوجي تلاقي الكلام فريش حاضر في دماغك، تلاقي نفسك قادر تبني الدنيا على بعضيها. هو ده المعنى الحقيقي لان احنا نشرح سيستماتيك. اهو انا قايل لك بليز نوت ذات ذا ديتيلد جي اي تي جروس اناتومي ويل بي ديسكاسد ان جنرال اناتومي. طب قول لي ليه؟ انا عارف ان في ناس منكم والله كيوريوس، يعني ليه يا دكتور تحت؟ طب ليه ما تقولناش الاناتومي بتاع او الجروس اناتومي بتاع الجي اي تي دلوقتي؟ تخيل انت بعد ما شرحت لك الهيستولوجي ده، الهيستولوجي ده تاخد لك بقى ثلاث حصص فاصل، قاعد اقول لك الكبد قدامها كذا ووراها في كذا والليجامنت ده طالع منها كذا وماسك في كذا، وبعد كده تلاقي الجول بلادر مريحه كذا، وبعد كده تلاقي مش عارف ايه طالع من كذا وعدى جنب كذا وراح لافف تحت كذا ومشي فوق كذا، بعدين بقى عارف انت بقى بعد ما مفصل لك بثلاث حصص انت قاعد تقول كذا قدام كذا وورا كذا وترا كذا وفوق كذا وتحت كذا، اروح جاي راجع بقى اقول لك باثولوجي واشرح لك بقى اوسوفيجاس، ونرجع تاني عايز افكرك بالهيستولوجي اللي انا قايله من اربع خمس حصص فاتت. ايه اللازمه؟ خصوصا ان كلام الجروس اناتومي ده مش هيفيدني وانا بشرح باثولوجي. علشان كده انا رحت لا خليه يا عم في الجروس اناتومي على بعضه، امسك لك ماده على بعضها. كل شغلتنا، كل شغلتنا في الحياه ان احنا قاعدين نقول كذا قدام كذا ورا كذا وعدى من فوق كذا وعدى من تحت كذا والكلام اللي انت عارفه كله. خلاص؟ ف تمام. عمر بيقول لي ما تيجي تحط المناهج والنبي. حقيقه والله اللي بيحصل في السيستماتيك في الكليات مهزله، بس في كليات عامله صح، لكن في كليات اللي بيحصل في السيستماتيك مهزله.
مهزلة بكل المقاييس. طيب تعالوا نتكلم بقى على الانتستينال الكالينيتي. بس انا الهدف من الثلاثه توبكس دول ان انا اطلع بهايلايتس من الهيستولوجي ابقى متاكد ان انت عارفها قبل ما ابدا ابني على الكلام ده. فانا محتاجك ان انت تبقى عارف كويس جدا ومترسخ في ذهنك قبل ما ابدا فيسيولوجي ان المعده اسيدك والانتستين الكالاين. ده انا عارف ان انتوا عارفينها، مش مختلف والله معاكم، انا واثق فيكم ان شاء الله. لكن انا عايز اعرفك ايه اللي بيبروديوس الانتستينال الكالينتي، وايه اهميه ان الانتستين تبقى الكالاين. اهميه ان الانتستين تبقى الكالاين ان هي تعادل الجاستريك كونتنتس اللي جايه من المعده وصبت في الانتستين، لان الجاستريك كونتنتس بتبقى اسيدك فبتصب في المعده، تنزل المعده لازم يقابلها الكالي يعادلها. طب يا مهم ان الانتستين تبقى الكالاين ليه؟ لان الانزيمات الهضم اللي بتشتغل في الانتستين ما بتشتغلش الا في وسط الكالاين، ما بتشتغلش في وسط اسيدك، زي ما بالظبط انزيمات الهضم اللي في الاستومك بتشتغل في وسط اسيدك وما بتشتغلش في وسط الكالاين. والحكمه من هذا حكمه الهيه بحته، ان المعده تكون اسيدك علشان ذلك الاسيد قاتل للميكروبات، قاتل للميكروبات. فمش بس انا بهضم الاكل، لا ده انا بهضم الاكل وبنقي من الميكروبات، بعدين ادخله على انتستين اقلبه الكالاين على اساس اكمل هضمه وامتصه ويكون الكالاين بحيث انه ما ياثرش على البي اتش بتاعه السيستميك سيركيوليشن. وراء الخلق خالق، طبعا على راي استاذنا الكبير دكتور ناجي، ده هذا يثبت انه وراء الخلق خالق. تمام anyway يعني فالانتستينال الكالينيتي الهدف الرئيسي منها هي neutralization of the gastric contents. مين العوامل المسؤولة عن الانتستينال الكالينيتي؟ مهم طبعا انك تعرف ان العامل الاول والاهم على الاطلاق هو البرونر جلاند. البرونر جلاند دي بتبقى موجودة في الديودنم. مين دي؟ في الديودنم. بتطلع ايه؟ بتطلع حضرتك الكالاين ميوكس. بتطلعه فين حضرتك؟ هي بتبقى موجوده في الصب ميكوزا بتاعت الديودنم وبتفرزه في الكريبتس اوف ليبركان. خلاص انت فاهم بقى، انت عرفت خلاص بتفرزه في الكريبتس اوف ليبركان. تبقى موجوده فين؟ موجوده في الديودنم وبتكمل لغايه الامبولا اوف فاتر تقريبا. فين امبولا اوف فاتر اللي اتكلمنا عنها في الحصه اللي فاتت، اللي هي بتبقى في نص الديودنم بالظبط، اللي هي مطرح ما بتفتح البنكرياتيك داكت والكومن بايل داكت، وبيبداوا في الظهور من البايلورس. على فكره يعني برونر جلاند بتبدا تظهر من البايلورس. البايلورس اللي هو مخرج المعده، يعني من مخرج المعده بتبدا البرونر جلاند تظهر وبتكمل معاك في الديودنم لغايه الامبولا اوف فاتر تقريبا، اللي هو النص الاولاني او الثلاث ارباع الثلثين الاولانيين من الديودنم. تاني عامل مسؤول عن الانتستينال الكالينيتي او الانتستينال الكالينيتي از بانكرياتيك سيكريشن، افرازات البنكرياس. كلنا عارفين ان البنكرياتيك اسيناي والابيثيليال سيلز اللي مبطنه الضغط بتاعت البنكرياس بتطلع ووتري سيكريشن. الووتري سيكريشن دي بتبقى مليانه بايكربونيت ايونز، يعني بتبقى هايلي الكالاين. وشوف سبحان الله، سبحان الخلاق، شوف 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 يا اخي، وركز كده معايا في الابداع. يعني هنا هو ده الديودنم صح؟ الأمبولا أوف فاتر تقريبا بتفتح هنا، يعني تقريبا الأمبولا أوف فاتر تقريبا بتفتح هنا، والأمبولا أوف فاتر دي اللي بتصب فيها البنكرياس إفرازات. شوف ربك سبحانه وتعالى خلى البايلورس اللي هو مخرج المعدة ده مع أول جزء في الديودرم هو اللي فيه برونر جلاند، بعد كده برونر جلاند تبدأ تختفي من بعد الأمبولا. ليه بتبدأ تختفي من بعد الأمبولا؟ لأن خلاص من أول هنا أنت بقى عندك بنكرياتيك سكريشنز، البنكرياتيك سكريشنز هي اللي بتيك أوفر الفانكشن، بتاخد الوظيفة، فخلاص ما عدتش محتاج برونر جلاند تاني، انت واخد بالك؟ شوف انظروا انظروا ايها الملحدين، شوف انت عارف انت الدكتور لاي، انظروا ايها الملحدين. طيب فبالتالي ايه؟ ده ايه؟ ده بيوضح لك ان الدنيا ماشية مترتبة، في ترتيب، مش صدفة، مش حاجات صدف بحتة، لا ده في ترتيب. طيب فبالتالي ده الايه؟ البرونر والبنكرياتيك سكريشن، دول اهم عاملين مسؤولين عن الانتستينال الكالينيتي. طيب مين المسؤول عن الانتستينال الكالينيتي؟
الحاجة اللي بتزود الإفرازات في الجي اي تي ان جنرال. ومين اللي كان بيزود الإفرازات في الجي اي تي؟ الباراسمبساوي ولا السمبساوي؟ حد يرد عليا؟ الباراسمبساتيك طبعا، البارا سمبساتيك اللي هو لما تكون قاعد في المصيف مفخن، باراسمبساتيك وقاعد على البسين وشايف قدامك كده مية البسين النقية وماسك اللي هو شوب العصير اللي هو بتاع جزر المالديف ده، ومدلدل رجلك في البسين وقاعد تشرب كده الايه الكوكونات ده اللي هو اللي اتصور بيه محمد صلاح ده، خلاص تشرب كده، فده باراسمباثيك ده يا معلم اللي هو انت مريح مفخد، فبالتالي ده الباراسمباثيك اكتيفيتي اللي بتعلى بعد اي ميل، خلاص فولوينج ذا ميلز، ده هو ده اللي بيزود الافرازات بتاعت الجي اي تي ان جنرال، انك محتاج عشان تهضم ايه؟ تهضم اللي هتشوفه على البسين، قصدي اللي هتاكله، سوري ايه اللي انا بقوله ده؟ تهضم اللي هتاكله، تمام؟ طيب anyway انت عارفين طبعا باراسمباثيك بيعمل تشينجز اخرى، يعني تغيرات اخرى، ايه اللي انا بقوله ده؟ طيب يا رب الباب ما يفتحش. طيب فانيوي اول حاجه برضو من الحاجات اللي ممكن تستيميوليت الافرازات في الجي اي تي هو نزول الاكل في الجي اي تراك، نزول الاكل واحتكاكه بالابيسيليم بتاع الجي اي تراك اللي هو التكتايل ستيميوليشن of the duodenal mucosa. Tactile stimulation of the duodenal mucosa اللي هو ان ينزل الاكل في الديودنم، نزول الاكل في الديودنم ده بيستيموليت برضو الافرازات. برضو الاسيد لما يتصب السكريشن الاسيديك الفريش من الاستومك وينزل على الديودنم، الاسيد ده بيستفز جدا ان الالكل يطلع، ما عشان الاسيد هو اكتر حاجه تستفز الالكل، فبالتالي the presence of acid in the duodenum and jejunum ده بيستفز انتاج وافراز ذلك الالكالين سكريشن او تلك الالكالين سكريشن من الانتست. البيرز باتشز بقى قلنا ان دي ليها دور مناعي هام، ايه الكلمه اللي انت كاتبها ده يا دكتور بتاع اميونولوجي؟ الاميونولوجي دي يعني لو خدت اميونولوجي معايا انت لازم تبقى مركز في اللي انا بقوله ده، لو ما خدتش اميونولوجي معايا او مش فاكر اي اميونولوجي انت على باب الله مش عارف اي حاجه في الاميونولوجي، ممكن تسد ودانك شويه، او لو لقيت نفسك مش فاهم قوي دلوقتي ما تتضايقش او ما تتخضش. يعني بص البيرز باتشز دي عباره عن ليمفويد فوليكلز اجريجيتس من الليمفويد تيشو ومن الليمفوسايتس، ومعاها خليه بقى في غايه الاهميه والخطوره اسمها ام سيل. الام سيلز دي از اكستريملي امبورتنت، وما الام سيلز الا ماكروفاجز بحرف الام، شوف ذا ام سيلز ار ماكروفاجز، الام مع الام جميل. الام سيلز دي بتعمل ايه؟ كونها ماكروفاج اول ما بيخش او بيوصل اي ميكروب للإيليوم، تخيل انت ده ميكروب حقير، ميكروب حقير ليه؟ لانه ده عدى من الانتستينال اسيديتي، قصدي عدى من الجاستريك اسيديتي وما ماتش ابن اللذين، وعدى من الانتستين وما اتهضمش وما ماتش ابن اللذين، مش عايز يموت ابن الصرمه، عارفين الكلمه بتاعت حزلقوم، مش عايز يموت ابن الصرمه، تمام؟ فده بقى في ملوش حل غير انك تجابه بسبيشاليزد اميون ريسبونس، بيميون ريسبونس متخصص، واللي بيبدا هذا الاكوايرد او السبيشاليزد اميون ريسبونس هي الام سيلز. ام سيلز دي حضرتك بتاكله، تاكل هذا الانتيجين وتدي له علقه تفتته، تمام، تكسره وتروح جايه مطلعه فتافيته على سطحها كده وتوريها لمين؟ توريها لوزير الداخليه. حد فاكر وزير الداخليه اللي هو مين؟ كان اسمه تي هيل بارسيلز، وعليكم خير هنتكلم عنه ان شاء الله في الاميونيتي باذن الله في المناعه. وزير الداخليه ده اول ما يشوفه يقول له بصوا لقينا الحقير ده داخل الجسم يا فندم، فيروح جاي تي هيل بارسيلز وزير الداخليه ده ياخد منها هذه الفتافيت ويصدر أوامره لأجنحة جهاز المناعة المختلفة علشان تجهز عدتها ونطلع الجيش بتاعنا علشان نواجه هذا الأنتيجين الحقير، أهو علشان أقدر أينيشيت الأكوايرد إميون ريسبونس أجينست ذيس أنتيجين.
الكلام ده بسيط جدا، ناخد تفاصيله في الاميونيتي. الاميونيتي ماده من المواد الجميله اللي تستمتعوا بيها باذن الله معايا. لكن الام سيلز دي بتاكت از حاجه اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. انتيجين يعني حاجه غريبه عن الجسم، فاي حاجه غريبه عن الجسم تروح جايه الخلايا دي واكلاها مكسراها ومطلعاها على سطحها توريها لوزير الداخليه اللي هو تي هيل بارسيل علشان انيشيت ان اكواير دي اميون ريسبونس اجينست هذا الايه الانتيجين. طيب على فكره الام سيلز دي ربك سبحانه وتعالى مصممها خصيصا علشان تقدر تاكل اي حاجات موجوده في الجي اي تي اليومن، عن طريق انها بتقدر تسحب اي حاجه من اليومن وتاكلها جواها بعمليه اسمها الاندوسايتوزيس. حد سمع عن حاجه اسمها الاندوسايتوزيس؟ فاجوسايتوزيس وبينوسايتوزيس واندوسايتوزيس. فالاندوسايتوز دي بتخش جواها اي حاجه في من اليوم بتاكلها ودخلها جواها في كيس كده صغير اسمه اندوسوم. الاندوسوم ده بيخش جواها وبيخش جواها تبدا تلحمه مع لايزوزوم وتكسره علشان تطلعه على سطح. ده احنا هناخد في الاميونيتي تفاصيل الانتيجين بريزنتيشن، ازاي بالظبط بيحصل انتيجين بريزنتيشن. الكلام ده يتاخد بالتفصيل في الاميونيتي حرفيا. تمام، ده بالنسبه للايه للبيرز باتشز يا شباب. الام سيل از تايب اوف ماكروفاج يا دكتور رامي، دي تعتبر نوع من الماكروفاج، فدي مهمه. دي موجوده فين يا فندم؟ دي موجوده في البيرز باتشز اللي انت شايفها قدامك دي، اللي هي في الايه في الايليوم. تركزها بتبقى غالبا في التيرمينال ايليوم. في بقى البانيس سيلز. البانيس سيلز دي حضرتك موجوده في البيز اوف ذا انتستينال كريبتس، اللي هي كان اسمها كريبتس اوف ايه، السمول انتستينال كريبتس، كنا بنسميها كريبتس اوف ايه لو حد فاكر لما كده، بنسميها كريبتس اوف ليبر كان. برافو عليكم، بنسميها كريبتس اوف ليبر كان يا دكاتره. خلاص، في قاع الكريبتس اوف ليبر كان اهي، دي اهي كريبتس اوف ليبر كان، ادي كريبت وادي الفيلاس، ده الفيلاس ودي الكريبت. شايف في قاع تلك الكريبتس اهي اعراها بيبقى فيه البانيس سيلز هنا، وبيبقى معاها خلايا تانية اسمها ستيم سيلز. بانيس سيل، ستيم سيل. طب دي اسمها ستيم سيل. ستيم سيل دي معناها انها بتجدد خلايا الميكوزا، يعني بتجدد، بتتقسم وتجدد خلايا الابيسيلي. لكن ايه دور البانيس سيلز اللي هي زرقاء اللون؟ انت شايفه قدامك دي البانيس سيلز، دي ار سيكريتوري سيلز. زي ار فاجوسيتك اند سيكريتوري سيلز الاثنين، بس اهم وظيفه ليها هي وظيفه الافراز، الوظيفه الافرازيه. السيكريتوري فانكشن بتطلع يا جماعه حاجات مهمه جدا في مقاومه الميكروبات ومقاومه المايكرو اورجانيزم، بس دي حاجات مش سبيسيفيك قوي في الاكشن بتاعتها، بتشتغل جنرال كده على اي بكتيريا او اي فيروس او اي حاجه غريبه عن الجسم. حاجه اسمها اللايزوزايمز والحاجه الثانيه اسمها ديفنسنز. اللايزوزايم باين من اسمه، لايزوزايم از ان انزايم، لايزوزايم از ان انزايم، لايزوزايم از ان انزايم، لايزوزايم از ان انزايم. بس يا نهار اسود لو حد عدى ولا دخل عليا. المهم يعني لايزوزايم از ان انزايم خلاص، انما الديفنسين ان ديفنسين ان، يبقى دي بروتين خلاص. اذا الديفنسين او الديفنسين ار بروتين بوليبيبتايد، انما لايزوزايم از ان انزايم. اللايزوزايمز دي انزيمات، الانزيمات دي بتعمل ايه؟ بتكسر السيل وول بتاع اي بكتيريا. تكسر السيل وول بتاع اي بكتيريا. طب الديفنسين او الديفنسنز دي ليها انتي مايكروبيال فانكشن، دي بروتينات لها انتي مايكروبيال وانتي باراسيتيك، يعني حتى لو في دوده اي باراسايت بروتوزوا ولا اي حاجه دخلت الجي اي تي برضه بتايه؟ بيشتغل عليها الديفنسز دي ان جنرال. اذا يا جماعه عايز اسالك سؤال بخبرتك كده، بخبره سعادتك الفذه وذكائك الفذ، خلاص يا معتز، بذكائك الفذ يا معتز، تقدر تقول لي اذا اللايزوزايم والديفنسز دي تعتبر تبع innate immunity اللي هو النون سبيسيفيك immunity ولا الاكوايرد immunity اللي هو السبيسيفيك immunity؟ دي innate، دي جزء من innate اللي هو النون سبيسيفيك immune response. وهنتكلم ان شاء الله في الاميونولوجي على الفرق بين innate immune response والاكوايرد immune response بالتفصيل الممل. خلاص، اسمع من حضراتكم احلى اوكي على الكلينيكال هيستولوجي.
بتاع الجي اي تي، الكلينيكال هيستولوجي. انت بس مركز في الحاجات اللي تفيدك كطبيب ككلينيكال. يلا افصل يا ابني انت وهو ربع ساعة لغاية الساعة 11. خلاص افصل يا ابني انت وهو ربع ساعة لغاية الساعة 11، خليك ما تخرجش، ونرجع الساعة 11 نبدأ في الجي اي تي فيسيولوجي زي ما وعدتكم ان انا النهاردة هبدأ في الفيسيولوجي كمان، يعني هخلص الهيستولوجي وهبدأ في الفيسيولوجي كمان. شبه كده خلصنا المايكرو اناتومي والفانكشنال، قصدي والكلينيكال هيستولوجي، وخلصنا الامبريولوجي بتاع الجي اي تي. ابقوا ولا تذهبوا بعيدا يا دكاتره يا جمال.
يلا دكاترة يلا. يلا يا دكاترة اللي رجع يديني الأوكي لو سمحت لكي نستأنف رحلتنا لهذا اليوم ونبدأ في الجاسترو انتستينال تراكت فيسيولوجي. التركيز والصحصحة طبعا انتوا هتلاقوني جايدد في الجاسترو انتستينال تراكت فيسيولوجي بالكتاب بتاعي بتاع الفيسيولوجي مع إجراء تعديلات عليه. وعلشان كده انا زي ما قلت لكم اللي المفروض ان انت في الوقت الحالي يكون معاك من كتبي اساسي اساسي لازم يكون معاك من كتبي في الوقت الحالي الفارما ده اساسي لازم يبقى معاك. لكن اللي كده كده هتحتاجهم البيوكيمستري الميكروبيولوجي لان دول كده كده جنرال برينسيبلز اصلا والجروس اناتومي يعني برضو الجروس اناتوم احنا لمنها جنرال برينسيبلز تمام. لكن لن تحتاج كتاب الفسيولوجي شيء لان كتاب الفسيولوجي انا كده كده هدخله مع النوتس بتاعه السيستمز او في نوتس السيستماتيك. لكن الفارما ستيل هنستخدمه. طيب خلاص اتفقنا علشان بس تبقى انت عارف. خلي بقى الاسئله بتاعت حاضر هنزل لكم على الجروب الجديد اللينك اللي تقدروا تشتروا منه كتاب الفارما الابديتد البي دي اف. حاضر مفيش اي مشكله خالص سهله تمام. بس خلونا بس الاول نركز بس في الحاجات عشان نقدر نخلص. احنا معانا نص ساعه واقل كمان من نص ساعه علشان نقدر ننجز واحس ان انا دخلت وازحت او بدات في الفسيولوجي لحد ما خلاص. طبعا احنا بدخل الفسيولوجي احنا خلاص اوريدي اتكلمنا عنه. اللي هي حته الجي اي تراكت ستراكشر خلاص انت المفروض يعني عارف ان مثلا بيبقى فيه ميكوزا سب ميكوزا الكلام ده كله. حته حتى ايفن الهيستولوجي بتاعت الاستومك دي او عفوا طبقات الاستومك دي انت برضو الى حد ما عارفها ميكوزا سب ميكوزا خلاص ماسكولوزا و سوري انا ما شغلتش الفيديو انا اسف جدا سوري معلش. احنا عندنا ميكوزا سب ميكوزا ماسكولوزا طبعا وسيروزا اهو ميوكاس ممبرين خلاص اللي هو عباره عن لايننج ابيثيليوم وتحت هذا اللايننج ابيثيليوم بيكون في لامينا بروبريا وبعد كده بيبقى فيه الماسكولاريس ميكوزا وبعد كده بيبقى عندك طبقه السب ميكوزا. السب ميكوزا دي اللي هي بتبقى فيها السب ميكوزا البليكسس اللي هي الميزنر وفي الارباخ. الارباخ دي بتبقى موجوده في الماسكولوزا طبعا اللي هي بتبقى ان جنرال الماسكولوزا دي بتكون انر سيركولار واوتر لونجيتيودنال لاير. طبعا انت عارف ان الماسكولوزا دي مهمه علشان البريستالتيك كونتراكشن. طب ليه الكلام ده كان مكتوب في الفسيولوجي زمان او في كتاب الفسيولوجي في مدخل الجي اي دي؟ يعني ما كنتش بشرح سيستماتيك فكان لازم اقول الكلام بس كنوع من انواع المدخل كده او نفرش الكلام مع بعض. لكن انت الكلام بالنسبه لك بقى سهل لان احنا بقينا بانيين الكلام على بعض. طيب وادي الانرفيجن والتحدث عن الانرفيجن. في يا جماعه نوعين من كابلات الكهرباء او في نوعين من سلوك الكهرباء بيغذوا الجي اي تي. في سلوك الكهرباء الداخليه وسلوك الكهرباء الخارجيه. سلوك الكهرباء الداخليه دي المتمثله في الاثنين حزم اعصاب المسؤولين عن البريستالسيس. عارفهم؟ اعرفهم يا دكتور تاح اللي هم الارباخ بليكسس والميزنر بليكسس. الحزمتين دول كانوا مسؤولين عن البريستاليسيز وكانوا موجودين منا فينا كده في جدار الجي اي تي واحنا حتى لسه متكلمين عنهم في الفسيولوجي بالتفصيل قصدي في الهيستولوجي بالتفصيل. فبالتالي ارباخ الميزنر بليكسس دول بيتسموا ذا انترنسيك انرفيجن. جميل. يبقى قصاده اخوه بقى اسمه الاكسترنسيك انرفيجن. الاكسترنسيك انرفيجن دي الاعصاب الخارجيه اللي داخله وهدفها التحكم في حركه الامعاء ودي تشمل
السبلاي السمبساوي والسبلاي الباراسمبساوي. السبلاي السمبساوي اللي هو السمبساتيك نيرف سبلاي بيبقى جاي للجي اي تي من تي 8 لغايه ال 2 من ثوراسيك 8 لمبر 2، انما الباراسمبساتيك ده جاي لها من العصب الحائر اللي هو الفيجاس نيرف. احنا يعني هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل برضو لما نشرح اوتونوميك نيرفس سيستم ان شاء الله في الفارماكولوجي، في الجنرال فارما، في الجنرال برينسيبلز اوف فارماكولوجي هنتكلم على الاوتونوميك نيرفس سيستم، وساعتها هكلمك على الفيجاس نيرف. لكن العصب الحائر اللي هو العصب العاشر، الفيجاس نيرف ده از ذا 10th كرينيال نيرف، بيدي باراسمباثيك سبلاي. طبعا انتوا عارفين ان الباراسمباثيك بتحرك الجدار وترخي المحابس، اما السمباثيك بيريح او بيرخي الجدران ويقرط على المحابس. ليه؟ يعني كنت في سمباثيك ده بتاع الخناق، وانت بتتخانق مع حد ما ينفعش تقول له ايه، طب استناني بس اخش الحمام واجيلك، مش عايز اقول لك الكلمه الثانيه عشان ما يصحش بقى، مع اننا قلنا خره قبل البريك بس ملهاش لازمه يعني. خلاص استناني بس كده قبل الخناقه بس اروح اخش الحمام واجيلك، مفيش الكلام ده. انت وانت بتتخانق او انت متعصب او كده ما بتفكرش في انك تخش الحمام خالص، علشان البريستالسيس بتبقى ريلاكس، السموس ماسلز بتاعت الجدار او جدران الجي اي تي ريلاكس، والسفنكترز قفش، فقفشان السفنكتر ده مخليك مش عايز تخش الحمام. باراسمباثيك العكس بقى، انت مريح مفخد فبتاكل وتهضم وتخش الحمام. عارف الاجازه وانت في الاجازه اللي هو انت ما بتعملش حاجه غير انك بتاكل وتشرب وتخش الحمام، باراسمباثيك بقى، واخد بالك؟ دعونا بقى أعزائي المشاهدين نتحدث في التلت ساعة اللي فاضلة دي عن واحد من أهم إبداعات الخالق في فيسيولوجي الجي آي تراكت، اللي هي سيكشن الجي آي تي ريجولاتوري هرمونز. سيكشن الجي آي تي ريجولاتوري هرمونز من اكتر السكاشن اللي تحسسك قد ايه ربنا ده مبدع في خلقه، وقد ايه الفسيولوجي ده بيحصل فيه تنسيق كبير جدا في الوظيفه في اي جهاز من اجهزه جسمك، سواء ما كان جي اي تراكت، بلد، كارديو فاسكولار، ما كلام من هذا القبيل. انا على فكره الحصه اللي جايه هي اللي همسك فيها بقى كل واحد فيهم وهتكلم عنه على حده، جاسترين، كوليسيستوكاينين، سكريتين، جاستريك انهيبيتوري ببتايد، موتيلين، تمام، موتيلين، سوماتوستاتين، كل بقى الكلام اللي انت شايفه قدامك ده بقى هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل في المره، والفازو اكتيف انتستينال ببتايد اللي هو الفي اي بي والحاجات دي كلها. لحظه واحده يا جماعه، لحظة واحدة يا جماعة معلش، خليكم معايا دقيقة واحدة. طيب خلاص، فإذا احنا هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله. لكن أنا المحاضرة دي أنا عايز أديك فيها فرشة أوت لاين علشان حضرتك تفهم كويس، أو تبقى بمثابة الفرشة بالنسبة لك أو الدخلة اللي تخش بيها على المحاضرة الجاية وانت يعني ايه مستريح كده ومتكيف. يلا انا فتحت الصبورة بتاعتنا الجميلة الوايت بورد، ايه اللي انا رسمه ده؟ اسوفيجس ودي ستومك، واللي مرسومة في الاخر دي انتستين. يعني طبعا زي ما انت عارف او زي ما انت شايف انا فنان، فنان بشكل مش طبيعي، يعني فان جوخ رهيب، يعني عندي فن، عندي حس فني رهيب. زي ما انت شايف ايه اللي مرسومه دي بقى، ايه اللي انا هرسمها لك دي، دي الليفر، والليفر زي ما انت عارف بيبقى فيها ايه، جول بلادر هنا اللي هي المراره اللي هي بتخزن البايل وتفرزه في الانتستين، بالاضافه للليفر بيبقى في عندك كمان اللي هي دي المرسومة دي، دي البنكرياس، خلاص دي ايه البنكرياس، والبنكرياس دي برضو بتصب افرازاتها هنا، يعني دي بتصب افرازاتها هنا، ودي برضو اهي الجول بلاتر بتصب افرازاتها برضو هنا في الانتستين.
مش موضوعي بقى دلوقتي، انا عايز ابدا معاك من اول ما الاكل حضرتك بلعته ونزل من هنا من الاسوفيجاس وراح نازل دخل الايه؟ الاستومك. اول ما بيخش الاكل الاستومك يا سيدي الفاضل بيقابل اول نوع خليه عايزك تبقى عارفه ومهم جدا ليك، اسمه الجي سيلز. اسمها ايه؟ الجي سيلز. الجي سيلز بتاعت الاستومك دي اول ما بتحس بالاكل اهو الاكل بيروح جاي عامل لها ستيميوليشن، وعلى فكره الجي سيلز دي في منها موجود في البنكرياس كمان من باب العلم بالشيء. الجي سيلز دي بتيجي مطلعه حضرتك هرمون اسمه جاسترين، طلع هرمون اسمه ايه؟ اسمه جاسترين، استغفر الله اسمه جاسترين. تمام؟ الجاسترين ده ما عليك بيروح جاي رايح يشتغل على المعده اتسل، بحيث ان الاكل اللي دخل ده انا كجاسترين استيميوليت الخلايا الاخرى اللي مبطنه المعده علشان تطلع افرازاتها، بالذات الاوكزنتيك سيلز او البارايتال سيلز اللي كنا لسه بنتكلم عليها من شويه في الهيستولوجي علشان خاطر تبدا تطلع اتش سي ال اللي هو الهيدروكلوريك اسيد الاتش سي ال العادي، مش تطلع اتش سي ال. ده مين اللي بيتفرز؟ الجاسترين طلع من الجي سيلز. طيب جميل، اتش سي ال اللي طلع ده بالاضافه كمان لان في خلايا ثانيه اسمها التشيف سيلز، التشيف سيلز دي كمان بتطلع البيبسينوجين اللي هو البيبسينوجين ده اول الهرمونات اللي بتهضم، البيبسينوجين ده بيرجع يتنشط بالاتش سي ال البيبسين ويبدا يهضم الاكل، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل في الفسيولوجي بعدين، لكن المهم عندنا بتعرف اول هرمون عندنا اسمه جاسترين، الجاسترين ده بيطلع من الاستومك اول ما الاكل ينزل في تجويف المعده بيستيموليت الجي سيلز طلع جاسترين، الجاسترين ده بيشتغل على المعده اتسلف يستيموليت الاوكزنتيك سيلز او البرايتال سيلز علشان تطلع اتش سي ال، والتشيف سيلز تطلع بيبسينوجين علشان خاطر ابدا اهضم الاكل. اهو اقرا معايا الكلام كده، تيجي تقرا معايا كده اهو. طب والله لا نقرا مع بعض ونخلص اللي نقدر نخلصه ونخلصه اهو. الجاسترين بيطلع منين؟ من الجي سيلز اللي موجوده في الجاستريك انترام لايننج اللي هو بطانه المعده. طيب جميل جدا، مين اللي بيستيميوليت تلك الجي سيلز وبيزود افراز الجاسترين؟ الاكل. بس اكتر حاجه في الاكل بتستيميوليت انتاج وافراز الجاسترين، حد عارف ايه؟ حد عارف ايه اكتر حاجه في الاكل بتستيميوليت انتاج وافراز الجاسترين؟ الشوربه اللي هي السمول بيبتايدز، عارفين الشوربه السمول بيبتايدز والامينو اسيدز اللي بتنزل كامل الفرخه في الشوربه دي، عارفها الشوربه دي هي اكتر حاجه بتستيميوليت الجاسترين، وعشان كده دايما الشوربه في منيو المطاعم، منيو المطاعم دايما الشوربه تلاقيها محطوطه في حاجه اسمها المقبلات او المقبلات، المقبلات اللي هي بتفتح نفسك على الاكل وبتجهز معدتك كده علشان الاكشن اللي داخل، الطبق اللي هو الرئيسي اللي داخل خلاص لازم تسخن قبليه، سخن معدتي كده اسخن المعده بحبه اتش سي ال حبه بيبسين كده علشان ما اخش الطبق الرئيسي اعرف الهض براحتي او الغ براحتي. تمام؟ اه يبقى بالتالي اهو اللي بيزود افراز الجاسترين هي السمول بيبتايدز تحديدا وتمدد المعده بالطعام جاستريك ديستنشن، وطبعا الفيجاس اللي هو الباراسمباثيك، ما هو انت بتاكل باراسمباثيك شغال. تمام؟ طب الجاسترين ده بقى بيعمل ايه؟ بيزود ال H ion secretion وبيزود ال HCl formation by the parietal cells. في نفس الوقت بيقولوا انه ليه تروفيك افكت على الجاستريك ميكوزا. بيزود انقسام خلايا الجاستريك ميكوزا وتجديدها. يعني بيجدد خلايا المعدة. طب جميل. إذا العكس ايه اللي يقلل الجاسترين secretion؟ اللي يقلل الجاسترين secretion ان ال HCl يطلع خلاص في الاستومك اليومن. ان ال HCl يطلع في الاستومك اليومن وخروج ال HCl بيعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على الجاسترين سكريشن. جميل، اركن السوماتوستاتين ده على جنب دلوقتي. إيه؟ نزود معلومه صغيره ان الجاسترين في منه نوعين كيميائيا، يعني في حاجه اسمها الليتل جاسترين وفي البيج جاسترين. على فكره الليتل جاسترين ده اللي بيطلع من الاستومك، البيج جاسترين ده اللي بيطلع من البنكرياس. مش مهم عم فكك بلا كلام فارغ، سيبك من الكلام الفارغ. المهم ادي الجاسترين خلصناه، خلصانه صح يا باشا؟ طيب تمام، وبعدين نرجع لرسمتنا الجميلة اللي كانت على الوايت بورد.
مش اهو الاكل نزل هنا وقزوز الاستومك واستيميوليت جاسترين، طلعنا الافرازات، بدانا نهضم الاكل، بعد كده الاكل ايه؟ هيسيب المعده وينزل على الانتستين، صح؟ في الانتستين معاليك هيقابل الاكل اربع خلايا رئيسيه. اربع خلايا رئيسيه دي تشمل الاس سيل، الاي سيل، و ال سيل اي ثينك، والكي سيل. لحظه بس نتاكد من المعلومه، اس سيل، كي سيل، لا دي سيل، دي سيل، ايه اللي جاب صدق، انا كنت اقول صدق، صدق، دي سيل. ليه دايما بقول صدق او ديسك؟ اللي انت عايزه. في ناس بتسميهم ديسك، دي اي اس كي، عشان تفتكر ليه ديسك او ديسك، عارف هي ديسكي او الديسك، او صدق اس اي دي كي، اللي انت عايزه. المهم في اربع خلايا في الانتستين مهمين ورئيسيين لازم انتوا بعرفهم، بيعملهم الاكل اول ما ينزل كده، اول ما ينزل الاكل من الاستومك على الانتستين يقابل الاربع خلايا دول، يعمل لهم ستيميوليشن، يستيميوليت دي ويستيميوليت دي ويستيميوليت دي ويستيميوليت دي. كل خليه منهم هتطلع لك هرمون، وكل هرمون منهم ليه وظيفه، ووظائفهم بتكمل بعضها. والله العظيم تحبوا نبدا بمين؟ تعالوا نبدا بالاس سيل، او تعالوا نبداهم بترتيبه الكتاب. انا عايز امشي بترتيبه الكتاب عشان يبقى الموضوع ماشي بالترتيب بتاع الكتاب. نبدا بالكوليسيستوكاينين يا سيدي. يلا كوليسيستوكاينين ده يا جماعه اللي بيطلع من الاي سيلز. وعلى فكره الكوليسيستوكاينين والسكرتين وظائفهم بتكمل بعض. حط كده قوس على الاثنين كده، ان دول بيتذاكروا مع بعض لان وظائفهم بتكمل بعض. وافهمك وظائفهم بتكمل بعض ازاي. بص نبدا بمين؟ تعالى بالكوليسيستوكاينين، اهو ده اللي بيطلع من الاي سيلز. الاي سيلز حضرتك بتطلع هرمون اسمه كوليسيستوكاينين، سي كي، ادي تاني هرمون اهو. افتكرها كده ان الكوليسيستوكاي اي بيطلع من الاي، خلاص كوليسيستوكاي بيطلع من الاي، اي سيل، الاي بتطلع كوليسيستوكاي اي نين، خلاص كوليسيستوكاينين. كوليسيستوكاينين ده بيطلع من الاي سيلز، بيروح يعمل ايه حضرتك؟ كوليسيستوكاينيتك. بص معايا كده والله حماده هلال ابروتش. كوليسيستوكاينيتك، كوليسيستو يعني ايه؟ بلادر، جول بلادر. كاينيتك يعني بيحرك. كوليسيستوكاينين، كوليسيستوكاينيتك، فاذا ده شغلته انه يروح على البلادر هنا، الجول بلادر، يعصرها وينزل العصاره الصفراويه اللي فيها في الامعاء. ادي اول سكريشن صبناه في الامعاء اهي يا معلم. تمام؟ مش بس كده، يروح على المعده يقول لها هدي اللعب شويه. هدي اللعب شويه ليه؟ في اكل وصل الانتستين عايزين نهضمه الاول ونشتغل عليه، بعدين صب لنا انت اكل تاني يا ست الناس. يجي مهدي اللعب في المعده شويه، في نفس الوقت يحرك الجول بلادر ويفضي السكريشن اللي فيها. طب بص معايا كده، الهرمون اللي بعديه هو اللي بيطلع من الاس سيل، اللي هو مين؟ الاس سيل اهي، اس سيل، اس سيل دي اللي هي سكرتين. وعلى فكره من باب العلم بالشيء الكوليسيستوكاينين كمان بيشتغل على البنكرياس كمان. الكوليسيستوكاينين كمان بيشتغل على البنكرياس، بيزود افرازاتها، بيزود افرازات البنكرياس. طب بص معايا كده افهمك دلوقتي حالا بقى اللي جاي بقى، ده السكرتين. بص ادي تاني هرمون اهو، سكرتين، اسمه ايه؟ سكرتين. سكرتين ده بيكمل وظائف اخوه اللي هو الكوليسيستوكاينين. طب يروح على الليفر والجول بلادر، يقول للكوليسيستوكاينين هو انت عملت ايه يا كوليسيستوكاينين؟ الكوليسيستوكاينين يقول له انا فضيت الجول بلادر دي ونزلت الافرازات اللي فيها في الانتست. حال طيب يا عم، انا هملى الجول بلادر تاني، هملاها بعد ما انت ما فضيتها عشان نجهزها للي بعد كده. يروح جاي السكرتين ده يخلي خلايا الكبد تصنع بايل ويملى الجول بلادر بايل تاني بعد ما فضها الكوليسيستوكاينين. طيب
يقول الكورسيستوكالين انت عملت ايه على الاستومك؟ يقول له انا رحت على الاستومك وقلت لها هدي اللعب. طيب السكرتين هيروح قايل انا برضه هروح اهدي اللعب معاك في الاستومك، بس لازم نشتغل على حاجتين مختلفين يعني في الاستومك، يعني ما ينفعش احنا الاثنين نشتغل على حاجه واحده. فالكورسيستوكالين يقول له طب انا بقلل الموتيليتي بتاعت الاستومك، بقول الاستومك خف حركه لان انا كاينيتك، كاينين فباثر على الحركه. يروح قايل السكرتين طب خلاص انا هقلل افرازات، من سكريتين سكريشن سكريت فهقلل الافرازات، هقلل افرازات المعده. تمام. طيب هو هيقول له والله انا برضو اشتغلت على البنكرياس عملت لها ستيميوليشن، فبرضو السكريتين يروح جاي يقول له طب انا كمان اشتغل معاك برضو على البنكرياس هعمل ستيميوليشن، بس لازم نشتغل على حاجات مختلفه برضو عن بعض. فبص كده معايا هتلاقي، بص السكريتين على البنكرياس زود افراز البايكارب والميه، لكن الكوليسيستوكاينين على البنكرياس زود افراز الانزيمات. انت واخد بالك؟ ده بيشتغل على انزيمات في البنكرياس، لما ده بيزود افراز بايكارب وميه، فبالتالي بايكارب وميه وانزيمات الثلاثه دول بيعملوا البنكرياتيك جوس. واخد بالك؟ ستومك كوليسيستوكاينين قلل حركه المعده، قلل الجاستريك امتنج، لكن السكريتين قلل الجاستريك سكريشن. طيب كوليسيستوكاينين عمل كونتراكشن لجدار الجول بلادر ورخى السفنكتر ففض الجول بلادر من العصاره الصفراويه اللي فيها. جاي السكرتين مال الجول بلادر تاني بانه زود معدلات انتاج الهيباتوسايتس للبايل. شفت الكلام سهل ازاي؟ شفت يا ابني الكلام سهل ازاي والطب سهل ازاي لما بس بتقدر ترتبه ويبقى الموضوع مترتب في دماغك. ده احنا بنعاني في الكليه يا اخوانا. انت في الكليه بتعاني حرفيا، بتعاني لان مفيش حد مرتب لك العلم او مرتب لك الكلام بطريقه تخش في الدماغ مرتاحه كده، تخش تدخل الموضوع في دماغك بشكل مرتاح ومستريح. تمام، الا من رحم طبعا. تمام اوكي، يبقى احنا عندنا الاي سيلز والاس سيلز. اي سيلز طلعت كوليسيستوكاينين، اس سيلز طلعت سكرتين. الاس مع الاس دي سهله خالص. طيب مين اللي هيستيميوليت افراز الكوليسيستوكاينين او السكرتين؟ الاكل لما يوصل الانتست. مين اللي هيستيميوليتهم يعني؟ اهو انكريز باي بيبتايدز وامينو اسيدز وفاتي اسيدز لما توصل سمول انتست. برضه نفس الكلام، مين اللي هيستيميوليت السكرتين؟ الاسيديك كايم والفاتي اسيدز برضه والامينو اسيدز لما توصل للديودن لما توصل للانتست. مفيش. لو نفسك بقى تعرف الارقام مش مطلوبه منك في اليوسم ليه على الاطلاق، بس يعني معلومه من باب العلم والايمان، ان الكوليسيستوكاينين ده بيتكون من 33 امينو اسيد، اما السكرتين بيتكون من 27 امينو اسيد، يعني دول الاثنين بولي بيبتايد. طيب هناك بعض الهرمونات الاخرى اهو، هنتكلم بقى على الكي سيل، تعالوا نتكلم على الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد اهو. هنفتح مره تانية الايه الكي بقى الكي سيلز دي حضرتك دي لما برضو الاكله يعمل لها ستيميوليشن تبدا تطلع حاجه اسمها جي اي بي. وعلى فكره الجي اي بي ده عليه خناقه كبيره جدا بين دكاتره الفسيولوجي، ما اعرفش تعرفوها ولا لا، لان في ناس تانية من الفسيولوجي مقتنعين انه ليه اسم تاني جي ال بي، قصدي سوري مقتنعين انه ليه اختصار تاني، يعني في دكاترة فسيولوجي معتبرين ان جي اي بي دي اختصار جاستريك انهيبيتوري بيبتايد. في دكاترة فسيولوجي تانيين بقى يروحوا منزلين نظارة كده ويقولوا لا هي ليست جاستريك انهيبيتوري بيبتايد، دي اختصار جلوكوز انسولينوتروبيك بيبتايد او جاستريك انهيبيتوري بيبتايد او جلوكوز انسولينوتروبيك بيبتايد. خد بالك يا دكتوره رنا، دكتوره رنا اللي بتحب الاختصارات، بصي بقى دول بقى تخيلي بيفسروا الاختصارات على مزاجهم خلاص، تلاقي دول قاعدين يتخانقوا مع بعض، تلاقي في شويه دكاتره فيسيولوجي قاعد يقول له لا انها جاستريك انهيبيتوري بيبتايد، ثاني يقول له لا انها جلوكوز انسولينوتروبيك بيبتايد، جاستريك انهيبيتوري بيبتايد، جلوكوز انسيلوتروبيك بيبتايد. لو ماسكين في خناق بعض، عارفين يا جماعه فيلم الحاسه السابعه لما يقول هيا بينا نقتله بالسم، خلاص لا بالقتال، خلاص بالسم بالقتال، خلاص بالسم بقى
المهم يعني لو حد فيكم فاكر اللقطه دي، المهم يا فجاستريك انهبيتوري بيبتايد او جلوكوز انسولينوتروبيك بيبتايد، وعلى فكره انت المفروض تقف ما بينهم كده وتحوش، تحوش ما بينهم كده وقول لهم يا جماعه هتستهدوا بالله، على فكره انتوا الاثنين صح. يقول لك والله العظيم، يقول لك اه والله هثبت لك، اه انا هثبت لك اه. هو وظائف الجي اي بي ايه؟ وظائف الجي اي بي انه انهبيتور على الاستومك. اه والله هو ليه جاستريك انهبيتوري افكتيف يعني. طب ده بينهبت موتيليتي ولا افرازات؟ الاثنين. ده بينهبت الاثنين موتيليتي وافرازات، يعني بيشتغل بسكرتين لايك وكوليسيستوكاينين لايك ميكانيزم على الاستومك. وفي نفس الوقت هو بيروح على البنكرياس ويزود انتاج وافراز الانسولين من البنكرياس، زود اخراج الانسولين من البنكرياس، طلع انسولين من البنكرياس. انسولين ده بيطلع في الدم، ده اندوكراين، عارف ليه؟ عشان يمهد الجسم للاكل والسكر الذي سيمتص الى الدم، علشان في اكل وفي سكر هيمتص ويروح البلاد، فيمتص روح البلاد لازم يبقى مطلع له انسولين، علشان الانسولين ده يعرف يصرفه ويحرقه ويدخله جوه الخلايا. انت واخد لي بالك؟ فانا هنا بمهد للبوست برانديال هايبر جلايسيميا التي ستحدث. وعلشان كده ينفع تقول ان جلوكوز انسولينوتروبيك بالطيب لانه بيزود فعلا افراز الانسولين، وينفع تقول عليه جاستريك انهبيتوري بالطيب لانه ليه انهبيتوري افكت على الاستومك. يلا وديني راضيتك يابا وراضيته، وانتوا الاثنين اصحاب، يلا بوس حب على راس اخوك كده. انتوا يا جماعه ناس بتوع فيسيولوجي، انتوا مجانين زي بعض، ما ينفعش يعني كده، ده شيطان دخل بينكم. خلاص يلا حب على راس صاحبك كده وما فيش مشكله، ما حصلش حاجه اهو. فده يا جماعه الايه؟ الجاستريك انهبيتوري بيبتايد. فجاستريك انهبيتوري بيبتايد ده يا جماعه بيطلع من الكي سيلز ان ذا ديودنم اند جوجنم، ده ليه افكت على البنكرياس وليه افكت على الاستومك، بيقلل اتش اين سكريشن، لا وبيقلل موتيليتي كمان لو عايز تزودها، هو بيقلل موتيليتي ايضا. على البنكرياس بيزود الانسولين سكريشن من البيتا سيلز علشان امنع حدوث البوست برانديال هايبر جلايسيم. مين اللي بيستيموليت انتاج وافراز الجي اي بي او جاستريك انهبيتوري بيبتايد؟ الفاتس والبروتينز والكربوهيدرات اللي بتوصل للايه؟ للسمول انتستين. اي خير تمام. بعد كل الاكشن بقى اللي حصل ده، بس مش الصبورة هنجت معايا شوية، جاية تهنج في الآخر. أيوة كده اشتغلي شوية كده ماما، ربنا يديك الصحة. أيوة كده الله يبارك لي. بعد كل بقى الأكشن اللي حصل اللي أنت شايفه قدامك ده، يجي طالع بقى إيه الأخراني بقى، برنس الليالي ده، والله العظيم برنس الليل وكل ليل. الدي سيلز دي بقى بتطلع هرمون اسمه سوماتو ستاتين، والله ما هقول الموتيلين دلوقتي، اصبروا يا جماعه عليا بالله عليك. ما تبقاش عيل خرق، عارف عيل الخرق ده اللي هو عارف، انا اسف والله مش قصد حاجه يا عمر، والله بهزر معاك. ما تبقاش عيل خرق، عارف الخرق ده اللي هو ايه؟ اللي هو يمسك للدكتور ماسك له السطر، يلا انت فوتت يلا السطر ده، يلا ما قلتوش يلا، يا ابني اصبر عليا مش هطلع بالترتيب خلاص. بهزر يا عم، يعني انت مش عايز خرق، انت كويس. هو يعني ايه خرق اصلا؟ انا ما اعرف. المهم يعني anyway، تخيلوا يا جماعه الفضايح دي كلها تنزل يوتيوب، والله العظيم حاجه مسخره اقسم بالله. تخيلوا الفضايح دي كلها تنزل على اليوتيوب، المحاضره دي نازله على اليوتيوب، حاجه مسخره. المهم anyway كارثه. اللي بيطلع بعد ده كله ده بقى واحد اسمه السوماتوستاتين في الاخر. سوماتوستاتين ده بقى الرخم، عارف انت الرخم اللي هو دايما ما بيحضرش الخناقه وما بيحضرش الاكشن اللي حصل، بعدين بيجي في الاخر كده اللي هو ايه؟ يلا يا جماعه كل حاجه يروح لحاله، خلاص يا جماعه صلوا على النبي، خلاص كان في هضم وخلص، وكان في ما انتستن وكان في فيسيولوجي وخلص، خلاص يلا يا ابني كل واحد حاجه يروح لحاله، مع انه ما كانش ولا شارك في الخناقه ولا فض الخناقه ولا عمل اي حاجه، بس بيجي في الاخر كده عشان يسقف الناس ويمشيها وخلاص. هو الرخم، هو الشخص الرخم بيجي في الاخر ده، خلاص ده اللي هو السوماتوستاتين. فالسوماتوستاتين ده بقى بيطلع في الاخر يهبط كل حاجه. اه والله العظيم بيهبط كل حاجه حرفيا، يعني بيقلل افراز الجاسترين، وبيقلل افراز السكرتين، وبيقلل افراز الكوليسيستوكاينين، وبيقلل افراز الانسولين، وبيقلل افراز الجلوكاجون. ده على فكره يا جماعه لو بيقلل افراز الجروث هرمون اللي هو ملوش دعوه بالجي اي تي اصلا،
ده هرمون النمو والله. ده بيقلل كمان ايفن الجروس هرمون، بيقلل كل حاجه السوماتوستاتين ده. اتس ا يونيفرسال انهبيتور. فينفع انك تحط على اي جي اي تي هرمون انه انهبيتد باي سوماتوستاتين. وده اللي حصل هنا اهو، احنا بنشرح الجاسترين قلت لك انه انهبيتد باي سوماتوستاتين، واخد بالك؟ هو السوماتوستاتين اشوف ده بيطلع من الدي سيلز، وده هو ليه سموها دي سيل؟ لانه بيديكريز، خلاص بيديكريز كل حاجه. دي سيل ديكريز سوماتوستاتين، ديكريز كل الجي اي تي هرمونز اللي تتخيلها، وبيقلل الجاستريك اتش سي، وبيقلل الجاستريك اتش سي ال سكريشن، بيقلل انسولين، بيقلل جلوكاجون، بيقلل جروث هرمون، بيقلل كل حاجه. خلاص طبعا ما هي اسمها دي سيل دلتا سيل، انا بهزر يعني. ده طبعا يا جماعه مين اللي بيزود افرازه؟ برضو ان الاكل يوصل او الاتش اينز توصل للسمول انتستين. هي ها ما سمعونا كده اوكي على اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي؟ وتعالوا نعيد عليه كده مره تانية واقفل الحصه. والله هاخد خمس دقائق بس كمان، معلش ديني خمس دقائق كمان. بص معايا يا فندم، اكل ايوه السبوت لايت، اديني سبوت لايت. ايوه بص اكل نزل معده. اول ما الاكل ينزل معده اشتغل على الجي سيلز، الجي سيلز دي بتطلع الجاسترين، الجاسترين ده بيرجع يشتغل على المعده اتسلف، يزود من البرايتال سيلز انتاج وافراز الاتش سي ال، ويزود من التشيف سيلز انتاج وافراز البيبسينوجين اللي هو هيبدا عمليه الهضم داخل المعدة. في نفس الوقت بيزود معدلات انقسام وتجديد خلايا بطانة المعدة. الأكل اتهضم، هضمته في الاستومك، منزل الأكل على الانتستين. في الانتستين الأكل هيقابل الديسك سيلز اللي هي دي سيلز، اي سيلز، اس سيلز، كي سيلز. نبدأ بالاي والاس سيلز. الاي والاس سيلز بيطلعوا هرمونين بيكملوا وظيفة بعض وبيشتغلوا مع بعض. الاي بتطلع كوليسيستوكاينين، والاس سيل بتطلع سيكريتين. التلاتة دول ليهم، قصدي الاتنين دول ليهم اكشن ثلاثي، اكشن على الليفر والجول بلادر، اكشن على البنكرياس، اكشن على الاستومك. such that الكوليسيستوكاينين بيفضي الجول بلادر ويخليها تفضي البايل اللي فيها في الانتستين عشان يشارك في عملية الهضم والامتصاص. اما السكريتين يجي على الجول بلادر الفاضيه اللي فضاها الكوليسيستوكاينين ويملاها مره ثانيه بالبايل، عن طريق انه بيزود معدلات البيلياري فورميشن والبيلياري سكريشن باي ذا هيباتوسايتس. على البنكرياس الكوليسيستوكاينين بيزود انتاج وافراز البنكرياتيك سكريشن، والسكريتين بيزود انتاج وافراز البنكرياتيك سكريشن، بس واحد بيشتغل على البايكارب والتاني بيشتغل على الانزيمات. حد عارف مين فيهم بيشتغل على البايكارب؟ مين بيزود بايكارب؟ كوليسيستوكاينين ولا سكريتين؟ سكريتين، برافو عليكم، سكريتين. السكريتين ده اللي بيزود البايكارب، اما الكوليسيستوكاينين هو اللي بيزود الانزيمات. بايكارب زائد انزيمات تكون العصاره البنكرياسيه، العصاره البنكرياسيه تصب في الانتستين وتشارك في عمليه الهضم والامتصاص. في نفس الوقت الاثنين بيروحوا على المعده، الكوليسيستوكاينين كاينيتيك بيقلل حركه المعده والموتيليتي بتاعت الاستومك، اما السكريتين سكريشن ده بيشتغل على افرازات المعده، يقلل افرازات المعده وانتاجها للاتش سي ال والبيبسين او البيبسين. بعد كده بيجي دور الكي سيلز، الكي سيلز تنتج وتفرز هرمون يدعى جي اي بي الذي اختلفت عليه الاراء، لكن كلا الرايين صحيح كونه اسمه جاستريك انهبيتوري بيبتايد، فهو بينهبت المعده حركه وافرازات، وكونه جلوكوز انسولينوتروبيك بيبتايد فهو بيستيموليت البنكرياس عشان تفرز انسولين عشان يجهز الجسم للجلوكوز والاكل الذي سيمتص علشان الانسولين يصرف هذا السكر ويساعد في عمليه حرقه والتخلص منه واستخدامه في انتاج الطاقه. بعد كده يجي في الاخر دور الدي سيلز اللي بتطلع سوماتوستاتين اللي بيهبط كل حاجه.
بعد ما كل حي راح لحاله وبعد ما الجي اي تي اشتغل مع بعضه بتناغم يفوق الوصف ويفوق ابداع اي مايسترو بيتحكم في اي فرقه موسيقيه. وده ان ينم عن شيء ينم على انه وراء الخلق خالق خلاص. وان الفسيولوجي بعض من تخيلنا ان لم نجده لاخترعنا. خلاص كده خلصنا يا جماعه حصتنا لهذا اليوم. اختم بمقوله استاذ الدكتور ناجي واختم حصتي لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم جميعا يا دكاتره، واتمنى تكونوا استمتعتوا بحصتنا النهارده. ان شاء الله شباب الحصه هتنزل على اليوتيوب، لان دي تاني حصه في الترايل بتاعنا الخاص بالجي اي تي ويف. اتمنى التوفيق للشباب اللي هتكمل معانا، واتمنى التوفيق ان شاء الله في رحلتكم مع اليوسف لي ستيب 1 مع العبد لله. شكرا جزيلا، واشوفكم على خير الجمعه اللي جايه. لكم مني اطيب تحيه، السلام عليكم. ان شاء الله الجمعه الجايه ناخد من البيت عادي، ما ناخدش من الايه من المستشفى. بالتوفيق والنجاح والتجاره في السلاح يا حبايبي يا حلوين. سلام عليكم.